مرحبا بيكم اعزائنا مشاهدي قناة الكارما في كل مكان في العالم وحلقة جديدة من برنامج الكارما مباشر، موضوع النهاردة شائك لكنه مهم جدا جدا لانه بنقابله كتير اوي في حياتنا، احيانا لما بنتعرض لمشكلة لمرض لزعل لخسارة بنقول اكيد في حد حسدني انا اصطبحت النهاردة بوشي مين شاف الحاجة الفلانية دي ايه اللي حصل لها كانت كويسة مرة واحدة حصل مشكلة مرة واحدة حصل حصل زعل او مرض او خسارة انا شخصيا احكي لكم حكاية عني انا كان عربيتي كويسة وزي الفل وجديدة لانج اللي حصل انه كنت كل مرة وديها المكان اللي بغسل فيها العربية يا تتخدش يا تتخبط درجة واحدة صاحبتي قالت لي ما تغسليهاش سيبيها كده فقلت لها ليه؟ قالت لي أكيد العربية بتتحسد لما الناس بتشوفها نظيفة وشكلها ملفت واحدة صاحبتي تانية كان عندها وهي صغيرة كان عندها أخت بتيجي تساعد مامتها في البيت واللي حصل إنه هي كانت لما تبكي البنت ديت كانت الست دي تاخدها وتاخدها قدام البوتاجاز و. تقص ورقه زي ورقه كده شكل عروسه وتقعد تخرمها تقول لها من عين فلان ومن عين فلان وباباكي ومامتك ومش عارفه وتقعد تقول لها كل الناس وفي الاخر تحرق الورقه ديت اللي هي شكل العروسه حاجات كتيره جدا جدا احنا بنقابلها في حياتنا بنقول احنا اتحسدنا في حد النهارده عينه مدوره جه النهارده وحسدني وعمل كذا كذا الشر الفلاني بنقابل دوت وساعات اما بنتحسد او اما بيحصل لنا مشكلة زي كده بنعمل ايه بنحاول نتحامى في حاجات كتير مثلا نقول نمسك الخشب نقول له كلام كتير اوي اوي ممكن نقول طيب احنا نحط مثلا خرزة زرقاء او كف في عين او حدوة حصان حاجات كتير اوي اوي من هذا القبيل ونقول انه في عين صابتنا وكتير قوي بنسمع حاجات مقولات كتيرة داي على شمعتك تقيد وحاجات كده كتير قوي كل ده عشان بنفتكر ان احنا اتحسدنا تعالوا بينا كده نشوف الفيديو دوت هيورينا حاجات من الموجودة حوالينا وحاجات يمكن بتحصل في بيوتنا ونرجع لكم تاني لكم المشاهدين ورجعنا لكم تاني وشفنا قد ايه الحسد موجود في حياتنا بشكل غير عادي والنهارده عنوان حلقتنا الحريه من الحسد يسعدني ويشرفني يكون معايا النهارده ضيف في الحلقه دكتور القس يوسف بخيت بالكويت اهلا بحضرتك اهلا بيك يا اختي ربي يباركك اهلا وسهلا بحبها الساده المشاهدين في كل مكان اهلا بيك اهلا بيك زي ما شفت حضرتك زي ما ذكرنا في المقدمه انه الحسد موجود وناس كتيره قوي بتهتم بيه وجزء من حياتنا اليوميه ان احنا دايما بنفكر انه احنا اتحسدنا إيه ده حصل ليه يبقى في مشكله نعم آه لكن اما تيجي تسال حد تقول له انه آه الكتاب المقدس ذكر حاجه عن الحسد يقول لك اه الحسد موجود في الكتاب المقدس نعم هل في ايات بتتكلم عن الحسد في الكتاب المقدس ويا ترى ايه هو الحسد الحسد مذكور في الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد الجديد آيات كثيرة موجودة في الكتاب المقدس عن الحسد الرسول بولس نفسه حذر من الحسد فحتى الرسول بطرس كمان حذر من الحسد وكان بيكلم المؤمنين بيقول لهم اطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل ذميمة كلام ده بطرس الأولى صح 2 عدد واحد وفي سفر المزامير مزمور 37 عدد واحد يقول لا تغر من الاشرار ولا تحسد عمال الاسم فانهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الاخضر يذبلون اذا الحسد موجود في الانجيل في ايات حضرتك بتقول كثيره عن الحسد. طب ايه هو تعريف الحسد؟ أه لما نيجي نفهم مفهوم الحسد بكلمه الرب الحقيقه ان الاب يختلف عن مفهوم الحسد اللي في عين الناس يمكن وانتم بتعرضوا الفيديو كتبتوا كده ان العين تفلع الحجر فكره العين تفلع الحجر ليها قصه اللي هي القصه بتاعت العين تفلع الحجر يقال ان سيده ربنا ادالها ولد وما كانتش بتخلف ولاد والولد ده كان جميل قوي فطبيعي ان اهل البلد يروحوا يهنوا ويقدموا التهنئات والتبريكات للام وللعيله دي Yeah. بمناسبة المولود الجديد فمن خوفها على الولد خبت الولد في مكان وعلى سرير الطفل جابت حجر ولفت الحجر بشكل معين وعملته زي شكل البيبي mm -hmm. وغطته ونومته على السيل بتاعه بتاع البيبي mm -hmm. وكل الناس ييجوا يزوروا ويهنوها ويبصوا على شكل الحجر اللي عملته زي شكل البيبي <applause> أو شكل الطفل مم. بعد عدد من الناس لما هنوها والناس مشت راحت بتفك اللفة بتاعة الحجر لقيت الحجر مكسور مم. ومن هنا جت أن العين تفلق الحجر مم. دي قصة أسطورية مش حقيقية لكن علقة في أذهان الناس بهذه المبادئ وهذه الأفكار مم. لكن لما نرجع الكتاب المقدس عشان نعرف الحسد سواء في العهد القديم او العهد الجديد الحسد قبل ما ادخل في معناه باللغه العبريه وباللغه اليونانيه هو النظر او النظره الى ما يملكه الاخرين وعدم الرضا جوايا ان الناس دول ما يستاهلوش انا اللي استاهل ده الناس دول هم هم احسن مني في ما ده انا مفروض اكون احسن منهم فانا بشتهي ما يمتلكه الاخرين لكي امتلكه انا yeah. واتمنى ليهم زوال النعمه من عندهم وتيجي عندي yeah. ده مفهوم الحسد اذا yeah. yeah. اذا الحسد انه انه انا ببص بصه انت عندك ايه ونفسي الحاجه ديت تمشي من عندك وتبقى ما يبقاش عندك الحاجة دي وتبقى عندي انا آه إن... امتلكها انا سين من الناس ده ما يستاهلش انا اللي استاهل انا اللي انا احسن منه امتى اقدر اخدها منه باي شكل باي ثمن باي طريقة باي اسلوب <applause> فمن هنا بتدخل يدخل الحسد <applause> يخش الحسد او بنترجمها بلغة العين <applause> بس بما انه الانسان ما يقدرش ياخد ويزيل وي... وي... النعم والخيرات اللي موجودة عند الشخص المحسود <applause> فبيبدا يدي عيون وبعدين لان الناس بتؤمن بفكره الحسد فبتبدا الشخص المحسود لانه عنده ايمان ان نظره الناس وعين الناس ليه هتاذيه فبتبدا تحصل مشاكل عنده. ده هنتعرض له احنا ماشيين في السكه yeah. و... yeah. ودي من الاسئله وهل... اللي احنا جايبينها لحضرتك النهارده وهل ده حقيقه ولا لا؟ yeah. وايه اللي بيحصل وترجم ده؟ وزي ما انت قلتي العربيه بتاعتك كانت بتجرح في أو كل, كل ما شوية كتبت فعلا دل أو, بيحصل او تحصل بميقى. مشاكل معينه الى <تصفيق> اخره <تصفيق> هنشوف ده باكثر استفاضه من الناس للي بيحصل كمان يعني دي نقطه مهمه تفسير الناس للي بيحصل ممتبوض. طب نرجع نقول انه ايه مفهوم الحسد في الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد آه كلمه الحسد في اللغه العبريه بتيجي كلمه قانا يعني بتيجي كلمه واحده وكلمه قانا او او بعض الناس بينطقوها بالكي كان بتيجي بمعنيين بتيجي بمعني الحسد الممدوح او الاحساس العاطفي والاندفاع للشخص انه عاوز يخدم شخص ما يعني يبقى عندي احساس انا جوايا عايز اخدمك يا لدي فانا مستعد حلوة. ان انا اعمل كل حاجه عشان اخدمك عندي احساس جوايا عاطفي وده وده حسن ودي غيره حسنه هي بتتكلم على الحسد ايوه الحسد في مفهوم الكتاب يعني الغيره الغيره اوكي معي فانا لان انا عندي معزه ليكي وعندي استعداد راح اشار اخدمك لان لان في مشاعر وعواطف جياشه جوايا تجاه ان انا اقدم خدمه ليكي او بيجي بمعنى السلبي المعنى الايجابي والحسنه هي الغيره في الحسنه بمعنى أني اشوف ليه ربنا مباركها ومستخدمها اب انا مشتاق ان ربنا يستخدمني فابدا اعمل اصلي من اجل ليديا رب يباركها استخدمها اكتر واحس ان استخدام الرب لليديا كان الرب بيستخدمني انا تماما واروح للرب اقول يا رب استخدمني زي ما انت بتستخدم ليديا يبقى بصلي من اجلك ان الرب يضاعف ليك الاستخدام وابقى جوايا مشاعر فرح وابتهاج تجاهك تجاه استخدام الله ليكي وفي نفس الوقت عندي غيره نفسي اوصل للاستخدام والبركه اللي الرب مباركك اياها اللي هي حسنه هي الغيره في أيوة ان انا اكون بشوف حد بيعمل حاجه حلوه اقول انا كمان عايز ابقى عندي حاجه حلوه زيه وربنا يباركه كمان آه. مش بتمنى ان هو تزول من عرض. ودي دي, دي الغيره وعلى فكره هم الاثنين موجودين سواء في العهد القديم او في العهد الجديد باللغه اليونانيه او باللغه العبريه بيجوا بنفس المعنى. رائع جدا. يعني الاثنين نفس المعنى. اما الغيره السيئه بقى اللي عبر عنها الكتاب يقول الغيره تؤذي صاحبها فيقول كده لان الغيظ يقتل الغبي. والغيره تميت الاحمق يعني. الغيره هنا بمعنى إيه؟ الحسد يعني. الحسد يميت الاحمق يعني. وعشان كده هنا هنا بيبدا يبقى يبدا النظره السلبيه للغيره او للحسد يبقى تولد جوايا حب انتقام من الطرف اللي عنده هبات او خير او امكانيات احسن مني ازاي بقى ازحزح عرشه واشيله من قدامي باي تمن واخد انا مكانه مش هيفرق معايا اللي يحصل له <applause> انجاز التعبير يعني سامحنا عزيز المشاهد ان شاء الله يروح في داهيه مش فارقان معايا المهم انا فده الحسد اللي بحسب مفهوم كلمه الرب <applause> إذن في فينا هنا شايفه نوعين من الغيره غيره حسنه ان انا بشكر رب على عن اللي عندي وبشكر رب على اخويا اللي عنده لكن بقول يا رب من فضلك اديني بارك اخويا واديني والثانية الغيره السيئه انه ان انا بقول لا انا انا عايز اللي عند غيري انا ما عنديش وعايز اللي عند غيري وهو مش مهم هو يحصل له اي حاجه لكن انا عايز طبعاً. اللي عند غيري انا عايز امتلك اللي عند غيري يبقى لازم نركز ونفهم ان مفهوم الحسد في الكتاب المقدس مالهوش ارتباط بالعين ليه ارتباط باتجاه القلب جوه فلو الغيره حسنه تولد جوايا تمنيات حسنه ملهاش ارتباط بالعين. العين شاف... شافت ممكن يمكن ارتباط العين العين بتشوف فاشوف سلامتك واشوف البركه اللي انت عايشه فيها فلو الغيره حسنه عندي ابقى بسبب الرؤيه او العين اللي شافته عندك ابقى عندي تمنيات ان ده يبقى عندي. لو لو الغيره في قلبي جوا سلبيه لما اشوف اي حد يبقى عايش في خير قلب جوه يكون يبقى مليان شر وتبقى نار قايده مولعه جوه قلبي ان فلان ده ايه احسن مني مم. حتى حتى في دائره المؤمنين هو فلان احسن مني ليه عشان يمسك فريق التسبيح هي فلانه ليه هي صوت احسن مني ما صوت احسن منها مم. والغيره تبدا تاكل وتخلينا نبدا ندخل مم. في المذمه والكلمات السلبيه تجاه بعضنا البعض بسبب الغيره اللي جوه وتعارف عليه ان فلان بيغار مني او فلانه بتغار مني الترجمه في لغه العالم اسمه الحسد أنا والكتاب أقول... كتب كلمه الحسد بلغه الناس علشان يفهموا لكن المعنى الحقيقي هو الغيره سلبيه أه. او ايجابيه او ايجابيه انا عايزه اقول حاجه انه مجرد الشعور شعور انا جوايا حاسس انه انه الشخص ده شعور وحش جوايا أيه. هل الشعور ده ممكن يترجم لحاجه اكتر من شعور اه طبعا هنشوف... وده تنفيذ. هنشوف بعد شويه بسبب المشاعر السلبيه yeah. اللي اتملت جوه yeah. بسبب الغيره اللي حصلت من ناس mm. او من اخويا او من mm. او من قرايب او او الى اخره التجاوب لما تجاوبت مع الغيره yeah. السيئه اللي جوايا ترجمت عملت mm. او لو ايجابيه اللي عملته في اتجاه الايجابي <applause> فالاثنين موجودين فالاثنين موجودين آه. بس انا عايزه اقول ان العينين بتبان لو العينين بتحسد بيبان عليها بيبان انه الشخص دوت مش بيتمنى الخير ولو العكس لو الشخص من جواه بيتمنى الخير بيبين يعني زي ما يقول العين مراه النفس انا اقدر اشوف بعينيك انه الشخص ده بيحبني فعلا ولا الشخص دوت بيكرهني او اما بجيب حاجه حلوه مثلا او حاجه جميله واشوف اللي قدامي بيبص لي ازاي تجاه البصه نفسها بتبين أنه هو حابب لي الخير ولا لا؟ هو الحياه هو ده الارتباط؟ هو بيبقى اكتر من نظره العين. اوكي. ليه؟ لان ممكن انا عندي غيره وبحسدك بس انا مش مبين لك ده. فبحاول اظهر لك واقدم المزار. لك مظاهر حسنه عشان ما اخليش اتجاه منك ان انا بغير منك او بحسدك لكن بيوصلك لك الكراهيه اللي جوه بالظبط مش مش من العين يعني المظهر ممكن نسلم على بعض زيك يا اخونا كيف اخبارك ونبوس في بعض ونحضن بعض وحشتيني قوي وانا مليان غل وانا مليان غضب وانا مليان بس انا الشكل العام قدام الناس في سلامات وفي قبلات وفي 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 تعبيرات كلام حلو قوي بيتقال بس تقول لي رغم اللي بيعمله ده بس مش مرتاح له من جوه حاسس انه بيكرهني حاس انها بتكرهني حاسه انها متضايقه مني طب يا ست يعني المقابله اللي قابلتك بيها حلوه جدا حلوة جميلة جدا, جداً يا. بس اللي انت حاسه ده لانه واصل لك اللي جوه قلبها مش المظهر الخارجي اللي جوه فمرات يبقى في غيره موجوده في القلب وفي حسد موجود في القلب بمفهوم الكتاب المقدس وبنحاول نخبيه بنلبس اقنعه علشان لا يرى لكن بيبقى بيخطط لاشياء اخرى ده حقيقي ده حقيقي أو. احنا عارفين عشان احنا جايين من بلاد عربيه عارفين انه في حسد وعارفين كويس مظهره ايه، لكن يا ريت تدينا فكره لو في في البلاد الاخرى مظاهر الحسد او اعتقادات معينه عند البلاد الثانيه نحب نسمع من حضرتك الحقيقه فكرة ثريعة. يعني فكره سريعه ما هوش لكل دول العالم لكن لبعض الدول القليله فمثلا في اليونان دايما اليوناني هو ماشي استغربت قوي انه يحط توم فص توم عشان التوم توم, بنكله. توم يعني. اللي احنا بناكله يحطه دايما جوه جيبه ويبقى ماشي جواه ليه مم. لالا بيخاف ان هو ماشي يقابله شخص بيحسده في ماسك فص التوم علشان تمنع التوم ده يمنع عين الحسد لانه بيخاف من عينين الناس انها تاذيه فهو مم. اعتقاده ان التوم يزيل اثار الحاسد فلا يصب اذى ده مم. عند اليونانيين. اما في الصين يحطوا حاجه عجيبه قوي، يحطوا مراه سداسيه. وبيظنوا سداسيه مرة... يعني ليها ست اضلاع؟ ليها ست اضلاع وهذه المراه السداسيه لما يحطوها هم ده ممكن يعلوها على البيت. وهم بي... أو... او في المحلات. مم. الشكل الناس حاطين حاطين مراه. لكن الاتجاه مم. بتاعهم ان هو بدل ما داخل عليا البيت والبيت يعجبه وبعدين يبص على البيت يحسدني يبقى بيبص في المرايه فعينيه الشريره تروح للمرايه فتعكس وتحميه من الاذى بتاع عينه سواء للمتجر بتاعه او سواء للبيت بتاعه يعني نفس فكره عندنا تلاقي عربيه شيك قوي حتى سوري شبشب شب. حتى هاجيلها آه، هجيل حتى في نفس تقريبا الموضوع بس حاجه تانية آه. طب تاني آه. تاني في ثاني بلاد تانية في نيبال مثلا ياه. والنبالين لأنهم اللي بيعبدوا بوذا معظمهم فيجيبوا العين بتاعه بوذا ويتحركوا بيها ويعلقوها رجاله وستات وحطوها في البيت والمتاجر وعلى ملابسهم او ميداليات ويمشوا بيها ويتحركوا بيها ظنا ان الاله بوذا يحميهم من عيون الناس الشريره يعني احنا بنشوفها يمكن هنا في امريكا كتير أه. بنشوفهم بيحطوا كمان حتى تمثال بتاع الاله بتاعهم في كل مكان في كل حته بيبقوا موجودين فيها عشان يحميهم بيحطوا التمثال يعني. مش للحمايه لا ده ده تمجيد للاله عباده وبعدين مرات يجيبوا فاكهه أنا شفت في بعض البلد قدامه. ويحطوا قدامه يقدموا له كنوع من التقديمات وإنهم وال... وال... يرضوا هذا الإله. ده حقيقي. لكن مش بيحطوه قدام البيت علشان يحموا نفسهم، لا الحماية يبقوا حاطين عين بس العين بتاعت بوزة. آه. اه مش أكتر زي كده. عندنا في مصر برضو بنحط عين. اه العين الزرقاء جاي لنا الزرق. على مصر كدا. يعني. <applause> هنيجي لمصر وال... والشرق الأوسط. ودي وجدناها من القدماء المصريين يعني. اتفضل. في الهند بقى يعلقوا اشرطه حمراء يجيبوا شريط احمر ويحطوه على الرقبه او على رقبه الاطفال او الستات لانهم بيظنوا ان العين او الشريط الاحمر ده بيحجب الحسد والعين الشريره من على حياتهم اما عندنا في القدماء المصريين وخدنا عادات وحدث ولا حرج في ذلك كتير قوي قوي هقول لك حاجات غريبه قوي فمثلا علشان يحموا بيستخدموا العين الزرقاء ويجوا وييجوا حاطين عين كبيره ويشكلوا ويلونوا وي... ويجملوا فيها وحب النهارده بيحطوها على التيشيرتات وعلى الامصان وعلى البيوت عايز اقول لك هنا كمان في امريكا الحاجات دي موجوده على فكره عشان العربه ما يجوا يشتروها انا 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 شفت ناس هنا في امريكا ماشيين حاطين ال... حاطين خمسه كف يا كف جوه كف جوه العين, العين الزرقاء يا مشهوره فأنا جدا يا يا ف... وده الهدف علشان يعملوا ان ان خمسه وخميسه اللي هي بيسموها في مصر خمسه وخميسة الخمسه والعين الاثنين. والعين. فبدل ما الناس يطلعوا على جمالها مم. يبصوا, يبصوا على الكف ويبصوا على العين فيبداوا بقى العين تروح عنهم. آه ناس تاني كتير قوي بيستخدموا حاجات غريبه قوي آه زي عروسه ورق. Yeah. يا زي ما احنا شفنا يمكن شفنا مشهد صغير انا yeah, انا بالضبط. انا شفت ده في احدى قرى مصر. في الحقيقه. آه في الحقيقه انا شفت yeah. ده. ان كان ولد محسود وبعدين جابوا شويه فحم واشعلوا الفحم وجابوا ماده حاجه اسمها بيسموها في الصعيد هناك شابه زفره انا مش عارف الاسم العلمي بتاعها ايه حاجه كده لونها ابيض شفاف وبعدين حطوها جوه النار وبعد ما حطوها جوه النار جابوا الولد البيبي حطوه جوه غربال بتاع القمح وبداوا يمشوا الولد على النار سبع مرات yeah. وبعد ما شو سبع مرات والنار هديت وانطفت راحوا مطلعين الـ الـ الحاجه البيضه دي الشفافه yeah. طلعت بيقى شكلها ابيض غريب ومع تفاعل النار خدت شكل غريب فبقوا ماسكين ابر ويقولوا دي عينين فلانه mm -hmm. ويبداوا يقولوا عين الحسود مليانه يفقعوا في عينها no, بقى ويقولوا كلام كده yeah. yeah. اه ودي مناخير فلانه <applause> هبص حتى دي بقى فوق فلانة بجد قاعد انا مأخور ما مقهور من اللي بيعملوه ايه اللي بيعملوه ايه اللي بتعملوه ده قال لك لا ده احنا كده احنا كمان بنطلع من عين الحسد لان الولد لما الناس جم كله حسدوه والولد يا حرام يكون واخد دور برد ومحتاج يروح للدكتور <applause> يقول لك لا عينين الناس هي اللي حسدته <applause> وعن طريق البخور ويرش بخور وحاجات زي كده علشان يشيلوا الحسد <applause> او زي ما انت قلت في الكلام يعلقوا صندل Yeah. أو لو حد أنت اشتري قلت اشتريت عربية جديدة، نشكر mm -hmm. رب ما الحكاية دي. فالناس يشتروا عربية جديدة أو يبنوا بيت جديد يروحوا يذبحوا خروف أو يذبحوا mm -hmm. ماعز أو أي ذبيحة، وبعدين يحتفظوا بالدم، وبعد ما يحتفظوا بالدم يجيبوا كفة اليد mm -hmm. ويحطوها في الدم ويطلعوا يحطوها على العربيات كلها يملوها كفوف mm -hmm. أو يملوا على البيوت كفوف، ليه؟ علشان ما حدش يتحسد mm -hmm. او بعض الناس يجيبوا سنابل القمح في مواسم معينه ويضفروها بشكل معين يعني ويعلقوها على البيت, على البيت من علشان القمح يعني خير يعني بي... إنه إن, ان عندهم تفاؤل بالخير ولو حد دخل يحسد البيت يبقى القمح ده بيبقى سبب خير ليهم وقصص كثيره من الحاجات الاشياء دي كمان مش عارفه حضرتك شفت القرن الشطه اللي بيلبسوه الستات قرن أو وسردة جزمة و... وحاجات كده كتير و... وحدوة حصان حصان حاجات yeah. كتير جدا جدا yeah. وكله علشان ما لا ما ما لا يتاذى mm. وزي ما انا قلت لك انه مرات يجيبوا واحد بقى يحس ان الولد ده محسود او البنت ده محسوده او احنا محسودين يجوا جايبين راجل او ست ويفضل يقرا يقول الكلام كده غريب ما حدش عارفه ويفضل الشخص المحسود يتاوب وبعدين اول ما يتاوب خلاص الحسد بيطلع منه yeah. كل هذا الكلام تقاليد غريبة كل هذا الكلام له تأثير من أرواح شريرة على الناس وهنشرحه يا هنتكلم بأكثر فيه. تفصيلا هنتكلم إن إزاي العدو مم. بيحول عنين الناس من ثقتهم وحمايتهم في الله بالحماية في هذه الأشياء الخرافات العجائزية اللي سماها الكتاب يا. يا ده حقيقي مم. جدا أه أسيس يوسف احنا بنشوف حوالينا كتير ناس غير مؤمنين بتعمل الحاجات دي وللاسف احيانا مؤمنين بتعمل الحاجات دي لكن عايزين نعرف فكر الكتاب المقدس الحسد ايه مفهومه في المسيحيه؟ قلنا الحسد مفهومه في المسيحيه بحسب كلمه الرب ان 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 الغيره بمعنى تمني زوال الخير من الاخرين وامتلاك ما يمتلكونه جواهم. زي مثلا قايين وهابيل اول اخوين yeah. اثنين اخواتهم mm -hmm. هل دول ممكن يكون دخلت جواهم غيره ودخل جواهم حسد yeah. اه الغيره دخلت جوا قلب قايين لما هابيل راح قدم ذبيحه لله والله قبل ذبيحه هابيل قايين اغتاظ yeah, الانجيل بيقول كده والرب يروح يقول له قين، لماذا اغتاظت؟ ايه mm -hmm. اللي غايظك؟ ان احسنت افلا رفح وان لم تحسن فعند الباب خطيه رابضه واليك اشتياقها تخيلي لما يطلع واحد راح يصلي انت متخيله راح يصلي بنى مذبح لله وقدم احسن ما عنده لله بس قدم بحسب فكره مش بحسب ما زي ما ربنا عايز ولما اخوه قدم بحسب ما ربنا عايز بحسب الخطه الالهيه خطه الفداء قدم ذبيحه والرب قال روح قدم زي اخوك طب قدم لي هو احسن مني فين المفروض ربنا يقبل زي اللي انا قدمته له يقبله يا قايين في طريق ربنا رسمه لان الخطيه مش في الفاكهه الخطيه مش في ثمار الارض الخطيه جوه قلبك وانت مستحق الموت مم. فانت محتاج ذبيحه حيوانيه تموت بدالك لا انا هقدم برضه اللي انا مقدمه مم. نتج عنه تولدت الغيره غيظ وقهر أدت إلى أن قايين قتل أخوه هابيل. اسمحيلي أقول لو العين بتأذي بحسب نظرة الناس مم. ما سمعناش إن قايين راح بص لأخوه نظرة شريرة أم هابيل حصلت له مآسي أو وقع ميت مثلا أو وقع ميت يعني. أو أصيب بمرض خطير مم. أو اتشل يعني. أو حصلت له خسارة فادحة أو الغنم بتاعه كله مات صدقني يا اسيس انا سمعت فيديوهات لناس شيوخ أيوه. هقول شيوخ لان هم بيقولوا انه ممكن حد العين تصيب الشخص وممكن توقعه وتجيب له امراض امراض خبيثه وتجيب له ممكن تموته توقف له شغله للاسف الكلام دوت بيتقال وبيتقال في التلفزيونات انه ممكن العين تخلي الشخص اللي قدامك فعلا بيموت، حضرتك بتقول يمكن افتراض لكن ده الناس بتؤمن بكده فعلا مش كلام. طيب الناس بتؤمن بده، لكن المقياس بتاعنا الكتاب كتابة. المقدس yeah. كلمه الله. Yeah. طب نقول يمكن قايين عينه ما كانتش حسوده. يا. اوكي؟ اوكي. نجيب حاجه ذكرها الكتاب المقدس واضحه قوي. مثل تاني. مثل تاني. فضل. كلنا نعرف بحسب كلمه الرب. Mm -hmm. ان يوسف حسد من اخواته yeah. والكتاب قالها صراحه mm. كم واحد حسد حسد يوسف ليه علشان ابوه يعقوب جاب له قميص ملون ورح okay. وراح يوسف لابس القميص الملون yeah. وبسبب القميص الملون قامت الدنيا ما قعدتش وسط عشرة من عشرة yeah. مش اتنين yeah. مش اربعة العشرة عندهم غيرة حسدوه وحسدوه اخواته mm -hmm. ولما حسدوه اغتظوا منه كمان بسبب أحلامه. بالصف. لما أبوه أرسله ليفتقد سلامة إخوته، م -م. أول ما رأوه من بعيد قال هو ذا صاحب, صاحب الأحلام قادم قادم هلم نقتله. م -م. ايه اللي حصل؟ طب بدل ما ارتكبوا جريمة قتل، وبدل ما عايشين كل يوم متغاظين من القميص الملون، كانوا مثلا جابوا القميص الملون وحطوه في النص وقعدوا اخواته يبصوا على القميص الملون القميص الملون راح متقطع مثلا صح ولا لا مم. او مثلا ما جابوش يوسف وقعدوا كل واحد من اخواته خل... دول العشرة لو كل واحد اداله جزء عيون يبقى بعشرين عين هي. اعتقد هي مش هيخلوا حاجه هي في يوسف صح لكن الكتاب ما قاليش ان, إن... ما اتحرقش مثلا ما اتسخطش يوسف ولا القميص جرى له حاجه مثلا يعني, يعني. في مره بي بيغسله ولا, ولا حاجه, حاجة يعني. ولا بيكوي القميص مثلا والقميص اتحرق يعني. ما مرات واحد يكوي قميص وواحد اتحرق يقول اصل انا كنت امبارح لابسه وحد عين النهارده بكوي قال له حلو آه. معايا معاي. كا كان القميص بتاع يوسف حصل له حاجه وما كانوش ارتكبوا سلسله الخطايا يعني. اللي عملوها مع اخوه وبدل ما باعوه وراحوا قالوا لابوه تحقق قميص من هذا وعملوا قصة المعزه والدبح يعني. والتمثيلية اللي عملوها على أبوهم يعني. علشان يخدع أبوهم أن يوسف مات يعني. يعني. حاجة تانية في العهد الجديد مع الرب يسوع المسيح نفسه مش اليهود أسلموه يعني مكتوبة مكتوب مكتوبة. بدل ما يعملوا قصة ويتغلبوا الرومان ورؤساء الكهنة و... وشهود زور و ومحكمة كل... و... طب على, على ايه اجمعوا وسطيكم هو مرات كتير كان يروح الهيكل وهو في الهيكل كده احبسوه جوه اوضه وقعدوا معاه وانتم مرات كتير كانوا بيقولوا وقام فريس اللي يجربه وقام مش عارف مين يساله صح <applause> وهم بقى بيسالوا فيه يقعدوا يبصوا عليه ومليانين بالغيره كانوا عامل ايه في يسوع بقى كانوا اذوه لكن لانه لإخوة يوسف استطاعوا بالعيون ان يؤذيهم فبعوه واليهود ايضا رؤساء الكهنه والكتبة لانه علم بيلاطس انه اسلموه حسدا فلما اسلموه حسدا لان عيونهم ما قدرتش تعمل اي حاجه اذا الحسد العين ما تقدرش تعمل حاجه في في الشخص اللي يعني نستنتج من كل الكلام اللي حضرتك قلته العين ما تقدرش تعمل تاثر في الشخص لكن الفعل اللي بيأثر بدليل انه قايين مسك وقتل اخوه اخوات يوسف مسكوه وباعوه ربي مزروح. يسوع مسكوه وصلبوه اذا اذا العين زي ما الكتاب المقدس كان بيقول انه العين ما تقدرش تعمل دوت صح كده؟ مظبوط تمام صح حلو قوي هل هل آه، في ناس ليهم قدره معينه على الحسد؟ احنا كتير بنفتكر كده انه فلانه دي حسوده فلان ده شراره معلش يعني آه، في هل في ناس او عندهم امكانيات معينه أو في مستوى معين مادي أو اجتماعي أو حاجة يقدروا يحسدوا اللي قدامهم كل الناس وكل البشر أغنياء وفقراء عندهم الغيرة مؤمنين وأشرار عندهم غيرة يا ده ده فعلا مهم أو... الكل بلا استثناء يا. بس الغيرة هنا الغيرة بتوظف م... الغيرة ولا ولا الغيرة هي؟ الغيرة الغ... ككل ككلمة ك... بس توظيف الغيرة جوايا بيتم إزاي؟ فمثلا الرب يسوع كان عنده غيرة قال بيتك اكلتني yeah. ولما دخل الى اورشليم وكان عنده غيره mm -hmm. تجاه اورشليم عمل ايه في اورشليم mm -hmm. عمل مسك سياط وبدا في يضرب آه في, في الحيوانات اللي موجوده في الهيكل yeah, عشان لان يخبر. الكتاب يقول حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك, قلبك. ف... فالتجار قلبهم فين yeah, في, في تجارتهم في فلما يطرد البضاعه بتاعتهم mm -hmm. هيجروا مين؟ هيجروا ورا البضاعة بتاعتهم فلما فتح كل الـ 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 الأبواب بتاعت المواشي والطيور وطيرها فكل واحد بدأ يجري ورا ورا قلبه ورا قلبه <تصفيق> <تصفيق> لأن قلبه ورأس ماله فبيجري وراه لأن ده قلبه والصوت طبعا مره سمعت ان الصوت الرب ليه عمله لانه الحيوانات مش سهله تتحرك لو حاجات حيوانات كبيره مش سهل تتحرك غير ما يكون حد بيزقها فهو عملها عشان يزقها بالطريقه دي او يخرجها بالطريقه دي ولأن لكن هو مش عايز عشان ياذيها طبعا لا لانه مزروض. مكتوب انه الصديق يراعي نفس بهيمته لا لا الرب مش كان يقصد يضرب الحيوانات بالظبط كده زي راع الغنم الراعي بيمسك عصا وعكاز ليه بيمسك عصاية وعكاز يا. عشان يوجه الغنم ويحركهم الغنم ولا سيما الـ 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 في, الهيكل كانت كل الحيوانات والطيور حيوانات طاهره بشكل معين علشان لما يروحوا يقدموا في عيد الفصح الذبايح ما يكونش فيها عيد طبعا فمثلا الخروف مثلا يبقى بره مثلا ب دولار في الهيكل يبقى ب 300 او 400 فيستغلوا فقلبوا بيت الرب التجارة فحصل غيرة أنا مش عايز أدخل في تفصيل بره الغيرة حصلت غيرة عند الرب يسوع هل هذه الغيرة عند الرب يسوع خطية؟ لا, طب. لا طبعا غيرة طهرت المكان من التجارة المحرمة. مم. ففي ناس عندهم غيرة فإذا كان الرب عنده غيرة. يقول شهوة اشتهيت أن آكل. معكم وأكل معهم شهوة هنا شهوة مقدسة. غيرة مقدسة. مم. لكن لما تبقى غيرة منجسة لما تبقى غيرة شريرة الغيرة دي بقى بتقود للشر وتقود للفساد. الغيرة دي مش مرتبطة رجل ولا امرأة غني ولا فقير يعني. وأذكر ليك مثلا نماذج مختلفة من كلمة الرب يعني مرات نقول فلان ده مبسوط مستحيل أن يحسد طب ايه لما ملك يحسد؟ مبسوط بمعنى أنه هو غني يعني. غني اوكي اصل في فرق بين البساط والغناء مش اه اوكي مش مبسوط يعني سكران يا <applause> اوكي اوكي لا رجل متأ... ميسور الحال ميسور الحال يعني امكانياته حلوه <applause> يا يا ظروفهم ليه سعداء. يا هو مش محتاج حاجه فتخيل يكون ملك الملك ايه اللي ناقصه لا ولا حاجه اتخيلي لما لا يعني سامحيني لو واحد ماسك عصايه عاج بيبان الراجل ده غني العاج غالي غالي. اللي هو معمول من سن الفيل تقريبا طب تخيلي لما واحد يبني القصر بتاعه كله بالعاج ده اللي هو مين الملك اخاب الملك اخاب يا yeah. وحقق انتصارات عظيمه mm -hmm. مرتين اخاب ينتصر على الملك بن هدد ملك ارام mm -hmm. طب الملك ده ناقصه حاجه؟ بالتاكيد لا عنده جنب القصر بتاعه mm -hmm. كان في كرم بستان بتاع نبوت اليسراعيلي yeah. نظر الى الكرم بتاع نبوت واشتهاه والغيرة اللي جوه قلبه أنا عايز أخذ الحقل ده مين نابوت اليزرعيلي ده اللي يبقى جنب القصر بتاعي طب لما رفض نابوت اليزرعيلي إعطاء الكرم لأنه يعني يا, 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 جلالة الملك أخاب لو أنت مغطاز قوي ومش عاجبك ده أنت تملك كل الدنيا وكل الثروه كل ميزانيه الدوله تعتمرك يعني. انقل من القصر ده خد قصر في مكان تاني وتحاشى نقطة الغيرة بدل ما ترتكب جريمة قتل. Yeah. يروح البيت مغتم yeah. ودي من المشاكل اللي بتعملها الغيرة الشريرة بتخلي الشخص الحاسد مليان بالكآبة ومغموم مفيش حاجة بسطاه ملك عايش في قصر بيت منعاج عنده حشم وعنده مال وعنده غنى mm. وعايز ايه؟ بيبص للارض الصغيره بيبص للارض الصغيره بتاع نابوت اليزرعيلي عشان وبعد شويه يروح يقتل نابوت اليزرعيلي ايه ده؟ ده ماله ده؟ الغيره مالت قلبه واستغل السلطه وارتكب جريمه قتل قال انا ما اقدرش أديلك لان ده ميراث ابائي طبعا الملكه إيزابيل اللي ساعدته في الموضوع ده وخرحت عليه القصه ما علاقة علاقة غير مقدسة ان مؤمن ياخد واحد خطية فالنتيجه هم الاثنين حكم عليهم بسبب الغيره دي وده هنتكلم عنه من اضرار الحاسدين يعني الحاسد والمحسود بيضروا بسبب الاعتقاد. فعلى اخاب وإذابل جاء قضاء الرب من ايليا وقال له كما ان الكلاب لحست دم نابوت اليزراعيلي الكلاب تلحس دمك أيضا عشان كده الغيرة صعبة ما بتقفش عند رجل ولا عند سيدة عند غني ولا عند فقير الحسد موجود في قلوب كل الناس إما تكون غيرة حسنة أو غيرة سيئة شريرة طيب أنا عايز أعرف إزاي نفرق بين الغيرة الحسنة والغيرة الشريرة هل بالتأثير بتاعهم الحقيقه لا ممكن اقدر افرق من من اللغه بتاعه الكلام ازاي مثلا حضرتك انت معاكي ايباد ماسكه الايباد وبتخدم منه يا. اوكي يا. انا ممكن ابص لك اقول يا سلام لغه ليديا بتستخدم الايباد استخدام رائع لخدمه الرب ربنا يباركها قادره تستخدم التكنولوجيا لمجد الله دي نظرة دي غيرة مباركة أتمنى يكون عنده واحد زي بتاع معي لكن لو لو أنا نظرتي نظرة شريرة أقول دي ماسكة يعني مظهرة قدام الناس حابة تعمل نفسها أنها أنها ليها علاقة بالتكنولوجيا لكن تدينا أنا وري عمل خسارة أن هي تمسك الآيباد ده لأن ما تعرفش قيمته ما بتفهمش فيه مم. وابدا احجم ده مش لايق عليها ده, ده عليها. مش لايق عليها انا مش عارف ايه انا مش في حاجات احدث منه نزلت <applause> بيدوا الحلق ام البلا وده مش عارف تلاقي <applause> طبعا مش عليا انا طبعا <applause> لا طبعا مش مقصودك انت ابدا اطلاقا <applause> يعني <شور. تصفيق> لكن لكن بتكلم باخد يعني الامثله كانت موجوده <applause> معايا يعني فمرات تبقى في موبايل مرات تبقى فستان مرات يبقى في بيت مرات تبقى وتفرق كيف ما يكون يعني فتلاقي الناس يبقى عمال يزم في الحاجة الثمينة اللي في إيد الشخص yeah. اللي موجودة عنده ويزم في الشخص إنه ما يستاهلهاش yeah. ويتمنى ويقول ويقولها يقول ده ده لو اديتهولي انا اوريها اعمل بيه yeah. دي غيره شريره والغيره دي تقود للاذى yeah. تقود الشخص المليان بالغيره النجسه تقوده الى مشاكل مؤذيه بشكل غير عادي على حياته لكن لو الغيرة حسنة أو نشكر رب أن الأخت ليدي عارفة تستخدم كل التكنولوجيا تدخل على الفيسبوك وتحط الإعلان بتاع الكرمة وتحط حلقات على, على اليوتيوب وتحط آيات كتابية وتعمل ديزاينات رائعة وبتبارك العالم بالآيات اللي بتصممها وبتحطها سواء على الفيسبوك أو على الموقع بتاع الكرمة ده كلام ربنا انت خدت بالك معايا اه ربنا يباركها نتمنى يكونوا عندنا اربع خمسه زي الاخت اللي دي بيعملوا كده يبقى, يبقى يبقى, دي دي مالها دي حسنه الغيره هي في الحسنى وانا لو مش عندي اشكر رب عندي يعني ولو مش عندي اقول لها سلام يا رب انا بصلي لك نفسي يكون عندي يعني زمان مثلا انا, أنا ده حصل معايا مثلا شفت احد الخدام عنده كمبيوتر الكلام ده مثلا من اكتر من حوالي 18 سنه وانا ما كانش عندي كمبيوتر ولما شفت حد عنده كمبيوتر وشفته بيستخدمه لخدمه الرب اتبسطت قوي وانا ما عنديش كمبيوتر فبجد قلت له قلت له انت اقنعتني ان انا اصلي للرب عشان يبقى عنده كمبيوتر زيك وانا بصلي ببركة للكمبيوتر بتاعك ويبقى بركه لخدمه الرب ورحت صليت للرب وطلبت من الرب يبعت لي كمبيوتر الرب بعت لي وكان ليه اختباره ما كانش عندي امكانيه ماديه وقتها اشتري الكمبيوتر الفكره هنا لو انا نظرت نظره شريره كنت اتمنى ده انا بخدم خدمه اكتر منه ده انا بخدم خدمه و... و... يعني. الاتجاه هنا يكشف القلب و... ويبان من خلال الكلام اذا انا اقدر اعرف انا كنت بغير غيره حسنه ولا بغير غيره شريره مظبوط طيب انا عايزه اسال سؤال اعرف شويه هل ابليس ليه دور ولا ابليس بيتفرج عليا طبعا 100% ابليس له دور ابليس له دور 100% مع الحاسد ومع المحسود؟ ااا آه مع الاثنين مع الاثنين ايوه مع الاثنين بس عايز يعني قبل ما اتكلم عن تاثير ابليس في الحاسد والمحسود انا عندي عقيده وفكر موجوده في اذهان الناس ان فلان حاسد او انا محسود الاثنين وعين في خطية يعني ال 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 الشخص الحاسد yeah. عايش في خطية mm -hmm. والشخص المحسود برضو عايش في خطية طيب عايزين نعرف بقى يعني هو الحسد اصلا خطية عايزين نعرف هل هو مرتبط بخطايا تانية ولا هو في حد ذاته الحسد كحسد بس لا الحسد عبارة عن خطية مركبة مركبة أه. يعني مش كفايه الحسد بس لا لا في حاجات مركبة. كمان نمر خطايا واحد. كمان نمرة واحد في, في الخطايا المركبة للشخص الحاسد نمرة واحد بيكسر أول بيكسر وصية من وصايا الرب في الناموس من ضمن يعني. الوصايا العشرة فيقول في بس. سفر التثنية مثلا صح خمسة عدد 21 يقول لا تشتهي إمرأة قريبك ولا تشتهي بيت قريبك ولا حقله ولا عبده ولا ثوره ولا حماره ولا حماره ولا, ولا كل ما لقريبك كل ما لقريبك لا تشتهي شيء منه انا بيجمع كل حاجه كل حاجه, كل حاجة. يبقى اللي بيحسد هنا بيشتهي الحاجة اللي في ايد قريبه والرب لما قال من هو قريبي yeah. فاكره مثل السامير الصالح طلع yeah. قريبه غريب الجنس mm. يعني مش قريبي لازم يكون اخويا ولا اختي لا لا غريب الجنس مرات يكون قريبي <applause> فبيتمنى ان يبقى عنده نار مولعه في قلبه mm -hmm. المشكله هنا بقى للشخص الحاسد انه كسر وصيه الرب واشتهى مال الغير ان يكون عنده yeah. وده خطيه واجره الخطيه موت, موت. <تصفيق> وجذورها شهوه yeah. يعني جذور كل الخطايا بدات مش... بالشهوه الشهوه ولدت الغيره الغيره ولدت كيف اخذ هذا الامر وامتلكه فيبقى اول حاجه ان الحسد بيخلينا اعمل ايه اكسر وصيه الرب ان ما للاخر شوف حتى الكتاب بدا منين بدا من الزواج يعني ممكن واحد يشتهي امراه اخوه مم. وانا بعرف ناس رحيم في التعبير واسف اقول ان بتصل الى مرات علاقات دنسه ونجسه بين العيله الواحده صدقني يا قسيس آه، انت فكرتني في حاجه دلوقتي انا جات لي رساله في الفيسبوك بتاع قناه الكارما آه، اخت بتقول لي آه، آه، جوز اختي بيحبني وانا بحبه هل دي خيانه لاختي؟ صدقني يعني يعني جمله قصيره قوي قوي لكن اللي حضرتك بتقوله فعلا يعني جوز اختها بي انا في الخدمه شفت كتير قوي يا yeah, yeah. يعني أنا شفت مرة واحدة أخت بتقول لي في إحدى الدول من الدول اللي الرب شرفنا الخدمة فيها، بتقول أنا بحب جوزي وبحب واحد تاني على جوزي، بحب الاتنين نفس الوقت نفس حد حكلم المشكلة وصلت إلى علاقات جسدية yeah. يعني الاتنين إخوة واثنين أخوات ودي أكتر من حالة، mm. يعني ده شفته في دول مختلفة وبلاد مختلفة yeah. وحالات مختلفة، mm. وإخوات ووصلوا إلى علاقات جنسية mm -hmm. تبادليه بين الاخوه وبين الزوجات للاسف بنسمع كتير حتى في حاجة الاخبار للاسف يعني حاجه مؤذيه جدا جدا, جدا. جدا. وانا و و بقول انه ابليس مش مش بيكتفي ان انا اشتهي لكن ابليس بيروح يعني دي بدايه الشهوه الشهوه هي خطيه لكن زي ما حاجة بتقول بت بتزيد اكتر واكتر على الخطوط مدمره فكسر الوصيه ف يعني حد يتخيل ان الحسد الشهوه تقود ان ناخذ مرات اخويا يعني وده كان سبب قطع راس يوحنا المعمدان لما كان بي بينصح الملك هيرودس ويقول له لا يحل لك ان تاخذ امراه, أمرأة اخيك زوجة, زوجة لك. لك ودفع حياته ثمن الموضوع ده. ودفع حياته ثمن الموضوع ده إن رغم إن رغم إن 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 كمان هو حد تاني كمان ادمون و... وثمار مظبوط اخته اخته إشتهر، اخته يبقى شاو قالت لي انا ايه؟ م. انه يعمل حاجه مش صح لان لما بتمع علاقه جسديه فيها حب امتلاك yeah. انا امتلكت الشخص ده حب امتلاك لكن مش حب لا لا. ابليس بيجيب حب لك بيجيب النقطة لا دي شهوة ده مش حب دي شهوه نجسه حب امتلاك شهوه نجسه قادت لحب التملك للاخر فانا عايز امتلك مرات اخويا فالنتيجه نجاسه وشر وفساد وكاسر وصيه للرب والرب منتقم لهذه الامور كلها لا يسكت عليها بالتأكيد. بالتاكيد وبعد كده كان الحكايه بقيها انه ادموند ده اللي حصل انه يعني سمار اخواته يعني قاموا عليه ومفروض ذبحوا ذبح اي ثينك سليمان الحكيم سليمان وهو صغير قتل اخواته باقي اخواته عشان مزبوط. عشان عشان حصل ده عشان ده سختهم. فاخرتها اخرتها مريره انا يعني بس عشان لو حد سامع يقول يقول دي اه طب ما في ناس بتعمل كده وهو بيكون بيعمل كده لا على الله مهمة أوي, أوي زي ما قلت لك الله منتقم لهذه الامور كلها حتى لو لم يكتشف يعني ممكن يحدث شهوه في علاقات يشتهي امراه قريبه وياخدها يعني ده حصل مع داود النبي داود لما اشتهى امراه اوريا الحس. بتشبع بتشبع قتل جوزها واخد وزنا. وزنا طب الرب سكت ولا الرب جه عاقب داوود <applause> وقال له قال له اللي فعلته في الخفاء ينادى به على سطوح ادينا بنتكلم عن نقطه ضعف داود وانه ان نفس الخطيه الرب عاقب بها داود في بيته فالامر خطير عشان كده تحرر من سوري <applause> 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 تحرر من الشهوه ما تكسرش وصيه الرب امين امين للرب اوصانا عشان يحافظ على علاقات ويحافظ على حياتي مم. لان الله يقدر يدين الله يقدر يفتح ويفيد عليا فليه ادخل في كسر وصيه من الرب وعندي اله السماء والارض الهي مم. واقدر اروح اطلب منه ولما اطلب منه الله هيعطيني أه اذا الحسد ليه علاقه بالشهوه بالظبط و... ومكتوب وصيه انه لا تشتهي نعم اي شيء مما لقريب هل الحسد ليه علاقه بخطيئة تانية؟ طبعا انا جاي على طول ان الشخص الحاسد مم. قلبه خالي من المحبه لاخواته ولجميع الناس ازاي بقى قلب يخلو من المحبه مم. يعني لما انا يبقى عندي تمنيات ان اللي عندك يبقى عندي فين المحبه فيها دي انانيه الرسول بولس ست لنا في رساله قرانسوله 13 يقول لنا المحبه لا تحسد يعني المحبه لا تحسد المحبه لا تتفاخر ولا تنتفخ المحبه لا تطلب ما لنفسها الحسد بيطلب لنفسه, لنفسه. المحبه لا تطلب ما للغير المحبه لا تحقد الشخص الحسود حاقد المحبه لا تظن السوء الشخص الغير محب بيظن السوء بسبب الحقد الموجود جواه في الاخرين. Yeah. المحبه تحتمل كل شيء. Yeah. الشخص الحاسد انا ما بحتملش حد يكون احسن مني. Mm. ازاي اقدر احتمل حد يكون احسن مني؟ mm -hmm. المحبه تصدق كل شيء وترجو كل شيء. Mm -hmm. الشخص الحاسد مش مصدق حد، مصدق نفسه، سامع صوت نفسه. Yeah. عشان كده ان محتاج الشخص اللي مليان بالحسد والغيره الناجسه محتاج يصلي للرب يغير قلبه عشان يبقى عنده محبه الله ولما يمتلئ بمحبه الله يعلق عنها الرسول بولس في كورنثوس 13 يقول المحبه اللي هي محبه الله لا تسقط ابدا لكن الشخص الحاسد محبه الله سقطت من قلبه وسقطت من حساباته ودي اول وصيه حب ربي الهك من كل قلبك ومن من ومن كل قدراتك وقريبك كنفسك, كنفسك. يعني وقريبة يبقى كنفسك. اول خطيه اول اول اضرار للشخص الحاسد نمره واحد انه الشهوة. كسر وصيه كسر وصيه كسر الوصيه أوه. رقم عشرة في الناموس اتنين قلبه خالي من المحبه تلاته طيب انا عايز اقول حاجه طيب آه. اللي بيحسد ده مش راضي عن حاله مش مبسوط من حاله آه دائما حاسس بفراغ وحاسس بنقص عنده وشاف إن اللي عند غيره أحسن من اللي عنده كتير حتى لو عنده يعني تخيل الملك أخاب زي ما قلت عايش في قصر من عاج طب ايه اللي عنده نبوت اليزرائيلي؟ حقل صغير كرم yeah. yeah. انت عندك بيت قصر mm -hmm. وعندك حقول زي ما انت عايز yeah. شايف yeah. الكرم بتاع نبوت اليزرائيلي أحسن من قصر العاج بتاعه فمضى مغتم لأنه لما ي... مرضيش يعطيه ليه yeah. لي... لانه قلبه خال من المحبه ولانه كسر الوصيه رقم عشرة yeah. الحاجه الثالثه انه قلبه خال من الشكر ما يعرفش يشكر ربنا فالشخص اللي بيحسد دايما ينظر الى النعم الاخرين اللي عايشين فيها ومش شايف هو اللي عنده yeah. هو شايف انت عندك ايه اخده منك. يعني ما يعرفش يشكر ربنا ابدا. الناس يقول لك يعني يبقى غني، يقول لك الناس رزقها ضيق. الناس ظروفها صعبه، يقول لك الايام دي الدنيا واقفه ويبقى شغال. يبقى شغال، يقول لك السوق مش ماشي. فالشخص اللي ما عندوش شكر تعبان ويعاني. ولا يشعر احسانات الرب، لا، مش قادر يحس باحسانات ربنا، انا عندي ايه؟ ودايما متذمر، دايما متذمر، يعني تخيل معايا شعب الرب كل يوم بينزل اكل من من السماء، مش عاجبهم المن السماء اللي نازل من عند الرب. <applause> يعني ربنا بيبعت لهم من واكل مرتاحين لا بيزرعوا، ولا بيبيعوا، ولا بيتاجروا، ولا بيعملوا حاجه وربنا جاي لهم اكل قدام الباب. <applause> طب يروح يشكر الرب على على الخير الرب مقدمه ليهم؟ فكرك شكر الرب لا ما لا شكرش الرب امال مالهم امتلأوا بالتذمر التذمر ده ارسل لهم حياة محرقة والشخص الحاسد اسف اقول ان حياته بتزداد من سوء لاسوأ ومن رديء لأردى لانه مش بيشكر ربنا على اللي عنده يمكن كمان بيقارن نفسه بالاخر طبعا في حاجة معينة فلو لقي نفسه اقل المقارنة نفسها دي حاجة صح المقارنة مش صح مقارنة خاطئة لأن الله لكل واحد خطة معينة وفي نفس الوقت الأمين في القليل أمين في الكثير ورب قال يقيمه كمان على الكثير الرجل الأمين كثير البركات لكن شخص غير أمين وقلبه مليان بالحقد وقلبه مليان بالضغينة زي 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 يشكر ازاي يبقى ازاي يبقى قانع باللي عنده دايما بيقارن فلان عنده وانا ما عنديش فلان عنده وانا ما عنديش ودايما هيلاقي حد احسن منه وهيلاقي حد اقل منه بالظبط يعني مثلا الوزنات مثلا كان في واحد عنده 10 واحد عنده خمسة واحد عنده واحد ما, ما ذكرش مزبوط. الكتاب ان هم كانوا بيقارنوا بعض لكن كل واحد عمل اللي عليه لو انت عندك وزنه صغيره خمسه او عشرة مزبوط. الرب هيزودها لك بس استخدمها ما تقارنش نفسك باللي عنده واحد ولا اللي عنده خمسه ولا اللي عنده عشرة آه شفت احنا بنقول انها خطية حسد. لكن شايف الخطية yeah. مركبة فيها ايه؟ متفرع منها يا الشهوة كسر الوصية اها mm -hmm. لأني اشتهيت ما لغيري ما لقريبي mm -hmm. عدم المحبة اثنين قلب خال من المحبة ثلاثة mm -hmm. قلب عدوش. متذمر غير شاكر صح. أربعة يقودني إلى الكبرياء الكبرياء ليه علاقة بالحسد طبعاً ازاي؟ mm -hmm. لأني مش حابب حد يكون أحسن مني <applause> ليه الناس تكون احسن مني yeah. ليه هو في المنصب ده انا ما اكونش انا مكانه mm -hmm. ابقى مستكتر mm -hmm. على الشخص الاخر الاشياء اللي موجوده عنده مستكتر mm -hmm. عليه مستكتر yeah. عليه ليه mm -hmm. لا انا شايف انا احسن واتعامل يعني واتعامل بتعالي مع شخص الاخر yeah. لان الحسد اللي جوه قلبي مخليني مديني قناعه ان مفيش حد زيي ان ما حد احسن مني انا احسن يا. من الناس كلها يا. انا اعرف أقعد احسن حاجة. من الناس كلها يا. أنا استال يعني انا احسن اسمح لي. يعني فضل. يعني ممكن ده يحصل حتى بين الخدام تقول ازاي بين الخدام اقول آه. لك مثلا احنا... يعني ممكن انت تقعد تحكي مع أخت ليديا وتقولي لي ده ده احنا كان عندنا الخادم الفلان الفلان ربنا باركه وربنا لما جينا استخدمه بقوه وتحكي لي كام اختبار معاه اوكي مم. اجي انا نائل واقول لك ده انا لما كنت في الحته الفلان ربنا عمل معايا ولما كنت في البلد الفلانيه ربنا شافها واحد كان مشلول ولما كنت في الحته انت بتكلمين عن خادم اه انا على طول وانا خادم yeah. فلان الغيره ضربت جوه قلبي فعايز اقول لك برضو انا انا زيه ممكن اكون احسن منه, أحسن بس, منه بس انت مش واخده بالك yeah. دي الجذور هنا ايه كبرياء ووصل جوه قلبي غيرة ومحتاج انا كخادم لو ده بيواجه قلبي انا محتاج اتحرر من ده وارجع لاني انا بقيت هقع في خطية غيرة شهوة تقودني الى كل الخطايا الاربعة بسبب القلب الموجود فيه الحسد اذا الحسد ده زي شجرة و... ومتفرعة ليها كذا حاجة تانية خطية كبيرة لكن ليها خطايا كتير قوي على الأقل أربع خطايا متلازمة, كلها متلازمة معها بتمشي معها <applause> يا يا هنستكمل حديثنا حد الأساس أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل وهنستكمل حديثنا بعد الفاصل فابقوا معنا من هزأ من إيماني برب المجيد كذبوا من زيّفوا الكلمات واستسلموا للذات وأشاعوا أن الله بعيد بعيد كما السماوات كذبوا الكلمات واستسلموا للذات واشاعوا ان الله بعيد بعيد كما السماوات كذبوا الله يرعي كما يرعي الهي في <applause> قربي بيكم أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وعنوان حلقتنا النهارده الحريه من الحسد زي ما كانت التنيمه بتقول الله يرعاني كما يرعى الاب الاطفال والله يحميني اذا ساءت بها الاحوال لينا ثقه ولينا يقين في الرب انه في حمايته ورعايته لاولاده اعزائي المشاهدين خطوط التليفون مفتوحه لاستقبال مكالماتكم لاستقبال كل تعليقاتكم لاسئلتكم اهلا بيكم الحلقة دي معموله عشان خاطركم فاهلا بيكم. آه بنرحب تاني بحضرة الأسيس الدكتور يوسف بخيت. اهلا, أهلاً بيك, بيك يا حضرة الدكتور. اهلا, أهلاً بيك, بيك يا ربي اهلا وسهلا بحبال المشاهدين في كل مكان. احنا اتكلمنا ان الحسد خطيه. طبعا واللي بيحسد بيعمل خطيه مركبه زي ما حضرتك كنت بتقول فيها خطايا تانيه. طيب لو انا دلوقتي بؤمن بالحسد ان انا محسود وانا شخص مؤمن هل ده خطية علي؟ اه الحقيقة خطية ازاي بقى؟ وخطية خطيرة جدا ومؤذية مؤذية، خطية آه مؤذية مؤذية لأن لأن أنا بؤمن بحاجة المفروض ما تبقاش على حياتي ليه؟ أنا لما قابلت الرب يسوع المسيح وخلص لحياتي الروح القدس كان جوايا تأكيد. فأنا بقيت ابن ملك الملوك ورب الأرباب أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله ولما أمنت إذ أمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس وأصبح جسدي هو هيكل للروح القدس فتخيلي أنا بقيت ابن لله تخيلي أنا بقيت ملك من ملوك السماء تخيلي مختوم بختم روح الله القدوس جسدي ده هيكل للروح القدس. رائع. فلما أؤمن إن أنا محسود وإن الحسد يأذيني هيأذيني. السبب لأن أول خطية بقع فيها روح الخوف. الخوف من أي شيء ولا من الحسد من بس الحسد. من الحسد. في في خوف طبيعي مه. لو أنا بعدي الشارع ولازم انتبه فلما ابص يمين او يسار عشان اقعد اقطع الشارع ده ده شعور طبيعي آه. طب ما معدي من غير ما ابص لا. طبعا لازم ابص يعني ل ل فليه أبص لان خايف ان ممكن عربيات تعمل حادث معايا وتصدمني وت وتدمرني. <applause> وصل لك الفكره؟ فده خوف طبيعي يعني ده حب الحياه فبيخليني آه. اخاف على حياتي آه. والرب قال لي لا ما دخلش الرب في تجربه كمان في نفس الوقت لكن الخوف بقى لما الناس بيبصوا لي بيحسدوني ايوه بيحسدوني يوسف كان محسود دانيال كان محسود يسوع كان محسود وهناك قديسين كثيرين كانوا محسودين لكن لم نسمع بان بالمفهوم اللي تكلمنا عنه بحسب كلمه الرب ان عيون الحاسدين قد اثرت عليهم في شيء ليه لأنهم عندهم دايرة الأمان مكتوب الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت أقول للرب ملجئي حصني إلهي فاتكل عليه لما يجي الرب يقول لي لا تخف لأني فديتك دعوتك بإسمك أنت لي إذا اكتست في المياه فأنا معك وفي الأنهار فلا تغمرك إذا مشيت في النار لا تلدغ واللهيب لا يحرقك لاني انا الرب الهك. مم. لما الرب يديني كل المواعيد دي كلها. مم. لما الرب يقول لي انا الرب الهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف. لما يقول لي انا معكم كل الايام الى انقضاء الظهر. طيب بعد كل الكلام ده لما ابدا اخاف الحقيقه اللي هيحصل لي يبقى بسبب الخوف انا فتحت ثغره للارواح الشريره تاتي على حياتي وتؤذيني. اه يعني بفتح الباب لإبليس يدخل بقى نموذج من تفضل. كلمه الرب. كلنا حافظين قصه ايوب. يا صح؟ يا طبعا ده سفر كامل في الكتاب وكلنا فاهمين ان ما اجتاز فيه ايوب بسبب شكوى شيطانيه. ده حقيقي. لكن حد يعرف ان المقاسه التي اجتاز فيها ايوب كان سببه مخاوف ايوب ايوب كان خايف من من شيء معين احب اقرا من كلمه الرب مم. وماذا قال ايوب عن نفسه مم. في سفر ايوب اصح ثلاثة حلو ان احنا نشوف العلاقه بين الحسد وبين الخوف اما انا خايف ان الناس تحسدني ايه اللي بيحصل مظبوط ده أيوب, بيتكلم ويبدا يقول يا جماعه الكل اللي حصل معايا ده كان موجود في قلبي فيبقى صح ثلاثه والعدد الاخير فضل. بيقول لاني ارتعابا ارتعبت فاتاني والذي فزعت منه جاء علي ولم اطمئن ولم اسكن ولم استرح وقد جاء الزجر يعني ايه؟ yeah. يعني أيوب يوم من الأيام ارتعابا ارتعبت فأتاني خفت yeah. أن يوم من الأيام كل الغنى اللي موجود عندي يضيع مني yeah. روح الخوف عمل ايه بقى؟ دخل الشيطان ودمر كل مقتنيات أيوب بالكامل yeah. خاف أيوب أن ولاده يموتوا تخيلي yeah. في يوم واحد ميته كله. عشره مم. اولاده سبع بنين وثلاث بنات عشره صناديق طالعين من بيت واحد مم. البيت وقع عليهم قال كنت مرعوب ومش مرتاح كل يوم جوايا خوف ان ده يحصل yeah. قد جاء عليا يبقى لما انا بسمح للخوف يملئ قلبي من عينين الناس ان ده يحصل هيحصل احكي لك حاجه صغيره حصلت زمان وانا كنت صغير وماما كانت ست بسيطه رغم انها كانت مؤمنه لكن كانت مرات تبني اي موقف تقول لك يعني ده بسبب كذا كان معايا اخويا اصغر منه كنا بنلعب مع بعض محلانا ونهرج مع بعض ومبسوطين مع بعض وفجاه اتقلبنا اتخانقنا مع بعض ابتدينا نتخانق مع بعض ونضرب بعض وكذا أه واحده دخلت كانت واحنا بنلعب عند ماما وقعدت معاها بتاع نص ساعه ومشت فطول النص ساعه احنا بنلعب كويس بس الست يا خرجت من هنا وانا واخويا ابتدينا نتخانق مع بعض ونضرب بعض قالت ما ما الست اللي دخلت دي ادت ولاد عين خلتهم يتخانقوا مع بعض الايمان بتاع ماما للاسف الشديد ما كانش عندها نضج روحي وانا احنا زي زي. كنا اطفال فبسبب هذا ابتدينا نعمل ايه؟ نتخانق مع بعض عارفه مين السبب؟ الخوف اللي كان جوه قلب ماما فتح الباب فتح باب وثغره ودخل ودمر حياتنا عشان كده عزيزي المشاهد ان كنت انت بتعاني من روح خوف وخايف من عينين الناس عينين الناس مش هتاذيك انت بتاذي نفسك وخدلي بالك وانت لما بيحصل ده ده بيقطع العلاقات بمعنى بالظبط يعني انا لما واحد بيدخل عنده وتحصل اذيه لان ده اعتقاد جوايا وبسبب روح الخوف يدخل فانا فلان ده انا متعقد منه. كل ما هيدخل هيحصل حاجه. هيحصل. كل ما هيدخل هيحصل. النتيجه ان كل ما فلان هيدخل ابقى مش مش طايقه مش عايز اشوفه كارهه. بالظبط هو خبي منه. يعني بنشوف ناس بتخبي الحاجه لو حاجه جديده بيخبوها او ممكن بشوف امهات بيلبسوا عيالهم لبس وحش او مش نضيف علشان مظهور. ما يتحسدوش للاسف او يخبوا الاولاد البنت الحلوه او مش عارفه يسموهم اسامي ده يسيبوا اولادهم آه مطينين بطينهم وبوسخهم وملابسهم ومرات ما تعرفيش هو ده ولد ولا بنت <applause> 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 بجد كده. ليه ولد عشان يحط له حلق في ودنه عشان يبنوا بنت مش ولد وحاجات كده فروح الخوف رغم بيعملوا كل ده وبيحصل يعني هم بيعملوا كده عشان ما يحصلش وبيحصل لهم ورغم اللي بيحصل لهم بنعمل كل ده وبرضه بتحسدوا طيب يبقى الحسود اللي بيؤمن ان في عين الحاسد مم. بسبب الخوف مم. مين اللي اتأذى انا هو yeah. انا جبت الاذى لنفسي بسبب روح الخوف مم. طب ليه انا اخاف؟ وعندي حمايه الرب مم. لما لما الشيطان نفسه يقول لايوب يقول للرب أليس إن قد سيكت من حوله ومن حوله كل ما له؟ يعني ربنا كان حاطط أيوب كده حوالين سور حمايه وأيوب يعني مش قادر الشيطان مش قادر يدخل على لا قادر ياخد حمار ولا قادر ياخد معزه ولا قادر يروح لعبد ولا قادر يروح بيت ولا قادر يعمل ولا شيء ولا قادر يروح لصحته لكن لما بدأ يخاف أيوب وبسبب الخوف اللي حصل في قلبه جاءت المآسي على حياته حرر نفسك من روح الخوف. الحاجة التانية ان روح الخوف ده معناه بيقول ان الله غير قادر على حمايتك. يعني عشان كده بيقول لا تخف في كل الانجيل لا تخف لاني معك لا تخف لا ما. تخف لانه الله عارف انه ابليس بيحاربنا بموضوع الخوف بخاف من الحسد بخاف من بخاف من كذا حاجة فنقطة الخوف انا روح الخوف بمعنى روح ابليس طبعا يعني عشان بس ما نقولش يروح الخوف يقولوا ده حاجه معينه لكن ده ابليس ابليس, إبليس بيخش بيدخل الخوف جوايا بالظبط وبيخش هو بيبقى بديله مكان بديله فرصه عشان كده قال تعطوا ابليس مكانا الخوف نقطه في المشاعر yeah. لما ابدا اخاف انا عباره عن فتحت باب لابليس وابليس يدخل هو يعمل الاذيه مش الخوف اللي جوايا yeah. الخوف وادي البوابه mm -hmm. اللي فتحت ابليس بقول اهلا وسهلا تفضل mm -hmm. مش الشخص الحاسد كمان مش الشخص الحاسد مش لا الشخص. ولا عينه ولا عينه لا <applause> ولا عينه لكن ابليس بس النتيجه ايه النتيجه قالت أزيد وتعبان وجوايا شكوى وكاره الشخص اللي نظر للنظرة الشريره وكمان انا عندي خساره دخل. كمان انا عندي خساره في حاجه خسرتها حاجه اتاثرت حاجه اتكسرت حاجه حصل لها مشكله حصلها دمج دامج عيت حاجات كتير قوي قوي يبقى من كل ناحيه انا بعتبر خسرانه امين يبقى اول حاجه علينا نطرد روح الخوف من قلوبنا ونأخذ سلطان اسم الرب يسوع المسيح وان قلوبنا لا للخوف واعلن حمايه دم الرب يسوع المسيح على حياتك على بيتك ما فيش حد هيحسدك ولا يحسدك على البدله الجديده ولا على البيت الجديد ولا على الفستان الجديد ولا على نجاح اولادك ولا تفوقهم لا اعلن حمايه دم الرب وطول ما انت بتعلن حمايه ما فيش حد هيقدر يقرب من ناحيتك نهائي لانك انت لك اله قدير قادر ان يحميك قادر ان يحفظك تقدر تردد, تردد معي كلمات المزور الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت اقول للرب ملجئي حصن الهي فاتكل عليه ليه لانه ينجيك من فخ الصياد يعني ايه فخ الصياد في لنفترض ان في عين حاسد جدلا رغم انه فهمنا من كلمه الرب العين الحاسد مش هتعمل حاجه عينيه ما فيهاش حاجه كل عينين الناس خلقها الله والله ما خلقش عين مليانه بالشر لكن الشر بيجي من كان الانسان لكن لما يقول ينجيك من الشر ينجيك من, من فخ, فخ الصياد, الصياد ابليس ابليس يبقى صياد ابليس هو الصياد بالظبط ينجيك من فخ من الوباء الخطر بخوافيه يظللك تحت اجنحته تحتمي ترس مجن حقه لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى يسقط عن جانبك الف ربوات عن يمينك إليك لا, لا يقرب لا يعني. ركز معي إليك لا يقرب يعني. عشان كده اول حاجة تمتع بحماية الرب اطرد روح الخوف طيب هل في خطية تانية انا ممكن كشخص انا بعتقد في الحسد ومصدق في الحسد أكون انا برتكبها وانا مش واخد بالي اه طبعا اللي هي ايه شك الشك وده اسلوب ابليس دائما يجي ازاي؟ الشك دائما ده اسلوب ابليس يجي يدخل بيه للمؤمنين. الشك انا بسميه هو السم القاتل لبذره الايمان. يعني الناس مؤمنين عندهم ايمان اول ما يشك الدنيا تتلخبط. يعني عكس عكس الايمان الخوف وعكس الايمان الشك. اه طبعا. اوكي. آه ناخذ نموذج. اتفضل. الرب يسوع قال للتلاميذ يسبقون العبر. أيوة. فركبوا المركبه وعدوا وهم ماشيين هجت الرياح والعواصف والامواج يا yeah. الرب يسوع اتاهم ماشيا yeah. لما راوه ظنوه خيالا فخافوا بطرس السفينه قالوا طب ان كنت انت هو انا مش متاكد ان كنت انت هو ولا انت خيال mm -hmm. اذا كنت انت هو امرني ان اتي اليك yeah. الرب قال لي البطرس تعال تعالى. Mm -hmm. خلي بالك ده مفاصل البحر yeah. واحد رياح عاتية mm -hmm. أمواج عالية ظلمة حالكة yeah. خيال موجود على المية yeah. فاقدين الأمل والرجاء في الباخرة يعني يعني هو جوه المركب عنده أمل أنه ممكن ينجو لكن لما ينزل على المية ده خطر أكتر كتير. الخطورة بالزيد. اصعب بما لا يقارن هو جوه بالتأكيد. لما نزل بطرس هل في حاجة في الطبيعة اتغيرت؟ هي 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 والوضع كما هو م -م. طب لما نزل بطرس مشي على المية م -م. ايوه م مشي م -م. على الموج العالي؟ م -م. مشي مشي ضد الرياح؟ م -م. ايوه مشي م -م. شايف قدامه يسوع وماشي يبقى لما إيمان مالي قلبه وعينيه نظرة ليسوع ثابتة ماشي على الموج ماشي على الصعاب ماشي على حروب الشيطان، الأمواج العالية والريح والظلمة والبحر يشير إلى كل ما يحدث حوالينا في العالم، فإحنا العالم قد وضع في الشرير، رئيس سلطان الهواء هو إبليس، بيجند كل أجناده للمعركة ضدنا، وبيحشد قوات ظلمة حوالينا بشكل غير عادي، ويهيج الناس والأشرار وكل الدنيا حوالينا، لما أبدأ أشك إن إبليس يقدر ينجح يأذيني هيأذيني. لما عنين بطرس تحولت من الرب مم. وبدات تبص للظروف حواليه الكتاب يقول إن بدا بطرس يعمل ايه يغرق, يغرق. 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 طب رد الرب على بطرس ايه قال له لماذا شككت شكت. يا قليل الايمان والشك مم. هنا دخلني في خطيه مزدوجه خطيه الشك مم. وضعف الايمان او الايمان قل يبقى إيماني في قدرة الله وحماية الله لما تقل وشك في مواعيد الله وشك في كلمة الرب الحامية لما يقول من أمسك في يدي فلا يستطيع أحد أن يختطف مني مين عين مين اللي هتخطفني من إيد الرب اسمحي لي يعني قولي لي لعين الشيطان ده لو عيون جهنم كلها اجتمعت حواليا ما تقدرش تأذيني لأن أنا عندي ثقة في الرب إن كان الرب معنا فمن بالضبط. علينا فمن علينا فتخيل انا متمتع حمايه الرب مم. رعايه الرب رعايه كامله طبعا. يقول الرب راعيه فلي. فلا يعوزني شيء لما الرب يكون راعيه مين يقدر عليا؟ يعني تخيلي معايا وارجو عزيزي المشاهد انا عايزك تتخيل معايا الموقف اللي هحكي ده يعقوب لما اخذ البركه وخاف مم. من اخوه احسن مقتله يقتله وهرب عنده خاله لابان لحصل بيت ابوه ولا <applause> لسه قدر يوصل لخاله لابان وفي الصحراء ونام على حجر <applause> راى سلم منصوبه السلم من المنصوبه اللي راها دي من الارض وتمس السماء الكتاب يقول لنا عن ان كان هناك ملائكه الملائكه يقول ملائكه صاعده وملائكه نازله ما ليش الملائكه كانوا نازلين وصاعدين قال لي صاعده ونازله يعني صاعده ونازله يعني المفروض شاف سله منصوبه وسمه مفتوحه يبقى الملائكه جت من السماء للارض لكن اول ما يعوب اتفتحت شاف الملائكه طالعه ونازله <applause> المفروض الترتيب ان السلم نزل من السماء اللي شافه يعوب يبقى شايف الملائكه نازله معاه لكن ده شاف الملائكه صاعده من الارض لان من اليوم اللي خرج فيه من عند ابوه وهو في الصحراء ملائكه الرب ماشيين معاه يا yeah. ما اروع التفسير ده ماشيين معاه يا yeah. ولما اتفتحت عينيه فشاف الملائكه مالهم صاعدين ونازلين yeah. ومش الملائكه صاعدين ونازلين بس لا وشخص الرب واقف فوق على السلم yeah. انا في مره قعدت انا خيالي شويه مرات في, ال... في الوعظ الخيال ده مش موجود في الكتاب المقدس لكن من الخيال يعني mm -hmm. بين الارض <applause> وبين اقرب <applause> كوكب لينا uh -huh. على الاقل 96 مليون ميل okay. لو افترضنا كان بين كل ميل وميل فيه ملاك واحد يبقى كان فيه كم ملاك yeah. على الأقل 96 مليون ملاك علشان يحموا مين yeah. يعقوب yeah. فتخيل معي طب انا ايه اللي مخوفني؟ ايه اللي مخوفني من عين الناس وبيقول لي ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. Yeah. فليه تؤمن بالحسد وتقول انا محسود وبيحصل له وبيحصل معايا. وناس ناس كتير قوي عندهم مواقف وحكايات وقصص وعمالين يقول لك حصل معايا انا كان المصنع شغال وبعدين ما عرفش مين دخل بص في المصنع المكان عطل مش عارف كان عندي الدنيا ماشيه وده فلان دخل اليوم ده كله ما بعتش ولا بيعه احنا كنا في سلام انا ومرات واولادي فلانه دخلت اتنكدنا واتقلب خناق لان احنا بنؤمن ده وماعلناش حمايه الرب. يبقى اشيل الشك من قلبي وهبدا اعلن قوه دم يسوع المسيح على حياته وعلى بيتي لان انا شخص مؤمن ان حسدون الناس حسدوا دانيال خططوا له رموه في جب الاسود تخيل المخطط الالهي وإقروا الكلام ده في سفر دانيال من اصح واحد لاصح سته من اصح سبعه حد دانيال اتغيرت بعد جب الاسود اتغيرت 180 درجه ليه؟ اروع ليله اجمل ليله قضاها دانيال في حياته كان جب الاسود ليه م -م. لان الرب نفسه ملاك الرب نزل جوه جوب الاسود وسد افواه الاسود يبقى التجربه وظروف الصعبه وحقد الناس حقد الحاقدين وحسد الحاسدين وغيره الغيورين وخطط المخططين اللي دبرت ضدي عشان ابقى جوه جب الاسود لقيت ملاك الرب واقف معايا ودانيال موجود يا سلام اجمل واروع ليله دانيال قضاها في حياته قضاها مع الرب يبقى الناس هنا لما حسدوني وانا عندي الامان حسد الناس وحاخدهم اذاني ولا باركني, باركني. متعني بليله جميله ولما خرج دانيال اقرا بقى من دانيال سبعه دخل لخط رقوي نبوي جديد غير الخط التاريخي سفر دانيال بينقسم الى قسمين قسم م. تاريخي لغايه اصحاح سته ومن اصحاح سبعه قسم رأوي نبوي تنبأ عن مجيء المسيح وتجسده وفدائه تكلم عن احداث ما تحدث في المستقبل الى يومنا هذا. في حاجه حاجه ثانيه بيحدث في حياه المؤمنين خطيه بيعيش فيها المؤمن عدم التسليم الكامل للرب. عدم التسليم الكامل للرب هل تذكر لنا مثال مثلا لو في في كتاب المقدس حاجه تثبت اللي حضرتك نعم فضل. زمان في شعب الرب نزل يحارب في حروباته اللي كان بيحاربها م. انهزموا م. ومات منهم 4000 نفس م. قالوا طب نعمل ايه بقى؟ قالوا نجيب تابوت عهد الرب ونخلي تابوت عهد الرب في العهد القديم يمثل حضور الله. م. فجابوا تابوت عهد الرب وحملوه على الاكتاف وذهبوا يحاربوا العدو yeah. الفلسطيني اتهزموا مره ثانيه ومات منهم 30000 ألف الاول 4000 ثاني yeah. مره العدد زاد yeah. رغم انهم شايلين تابوت عهد الرب mm -hmm. طب ليه الهزيمه مش تابوت عهد الرب يمثل حضور الرب بالزبط. طب لما الرب حاضر معاهم اتهزموا ليه mm -hmm. عارفه اتهزموا ليه mm -hmm. لإن حياتهم من جوه لم تكن مستقيمة بالكامل قدام الرب. زي مثلاً، ناس دلوقتي عرفوا إن أول ما حد يبص يقول لك نشم الصليب باسم الصليب أو باسم الأب والأبن الروح القدس أو نجري أبانا الذي أو نقول مزمور 91 أو نقول مزمور 27 ساكن في ستر وقلبي مليان خوف. تكرار كلمة الرب من غير ما قلبي يكون نقي قدام الله ما يعمليش حاجة. <applause> ربنا انا عمال اكرر اهو عمال باسم الصليب وباسم يسوع عشان عبارة. عشان ما الانجيل بيقول لا تكرروا الكلام باطلا كالامم مش مجرد انه بشفايفي بقول لكن لازم قلبي يكون بيشهد على اللي انا بقوله تمام لكن هو ما فيش عيب اللي احنا بعمله لكن الغلط انه قلبي مش مقدس قدام الرب دي <تصفيق> الحته اللي احنا بنركز عليها يبقى يعني. عدم تسليم الكامل للرب وعدم امتلاك الرب بالكامل ولاننا سالكين سلوك غير مرضي قدام الله فتكرار الكلام ما مش هيفيدني تكرار الكلام مش هيفيد مش هنستكمل هيفيد. حديثنا اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل مع ترنيمه جميله ونرجع تاني فابقوا معنا <applause> الرب ساكن جوه قلبي الرب يضمن ليا لي الامان هيعمل ابليس وجيشه الرب غلبه من زمان هو القوي يقدر قوي يطرد عادي بقوته وسلطته بينا عليه نصرنا الشيطان رسم المشاكل مهما الشيطان على الصدور للحرب مع إبليس نهاية والرب هيحط الحدود هو القوي يقدر قوي يطرد على الخساير والمكاسب وبيع حياتي واشتريك انت <applause> الامين <applause> 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 بيكم أعزائي المشاهدين ورجعنا تاني بعد الفاصل وعنوان حلقتنا الحرية من الحسد وبنرحب تاني بضيفنا الكريم الدكتور القس يوسف بخيت أهلا بحضرتك أهلا بيك يا قلادي الرب يبارك الرب يبارك حضرتك أهلا بحبانا المشاهدين أتمنى يكونوا مكملين معنا ونكون قادرين نوصل للنقط اللي الرب يدي لنا فيها حرية ونسد كل الثغرات والضعفات الموجودة جوانا أمين في اسم المسيح ودي صلاتنا واحنا بنعمل البرامج دي عشان كده قناه الكرمة بتعمل كده. عايزين نستكمل حديثنا على الحاسد والمحسود والحسد. احنا اتكلمنا على الخطايا اللي ممكن يقع فيها الحاسد والخطايا اللي ممكن يقع فيها المحسود. ايوه طب عايزين نعرف النهارده انه ايه الاضرار اللي ممكن تحصل للحاسد؟ انا كشخص حاسد مش مؤمن او ممكن نقول مؤمن للاسف وانا بحاول احسد اللي قدامي عشان تزول منه النعمه وعلشان يمكن لي انا على امل انها تجيلي لكن هي مش بتيجي طبعا ايه الاضرار اللي ممكن يقع فيها الحاسد اول ضرر بيقع فيه الحاسد الحقيقه بيفقد السلام الداخلي اللي موجود في قلبه وقد يؤدي الى الانهيار الغير عادي لان الحسد انجاز التعبير يمزق القلب من الداخل لان ليل ونهار بيفكر ازاي اقدر اخد اللي عند غيري yeah. فمقهور yeah. وده ممكن يجيب امراض ممكن بيفكر ويخطط يمكن كمان ويمكن ينفذ مظبوط yeah. عشان كده ممكن يلاقي ناس كتير قوي من الحاسدين تعبانين جدا yeah. وقلوبهم والله نار وقلبه واكله ومين يطلع النار ومش قادر يحس بالراحه مم. توتر مم. انزعاج مم. مفيش سلام خوف افكار مزعجه احلام مرات تبقى مزعجه بسبب كتر التفكير طول النهار مم. فدي اول حاجه بيفقد السلام الداخلي مم. والانجيل بيقول لا سلام قال اليه الاشرار بالظبط yeah. يجيب السلام من فين ده حقيقي ده حقيق. فدي اول ودي دي حاجه مش سهله ونتيجه كده ان الحاسد ده يقوده لخطايا مدمره مختلفه زي ايه فالحاسد مثلا لما يتمنى زوال النعمه عشان يمتلكها هو يقوده الى طرق شريره مثلا زي واحد يقتل اخوه عشان ياخد الورث بتاعه ممكن او حاجه او ياخد حاجه لما عنده لما اخي يقتل اخوه يروح يرفع ايده على بعض مش مش قايين قتل هابيل yeah. سببه مش mm -hmm. دانيال في جب الاسود mm -hmm. ايه السبب mm -hmm. لان الملك فكر في ان يوليه معاه على المملكه mm -hmm. وهو رجل غريب بالجنس mm -hmm. فالوزراء والمراذبة اللي حواليه غاروا منه mm -hmm. وحسدوه فما كانش يعني انتم بتخيلوا 122 وزير غيرانين من دانيال yeah. ف122 وزير اجتمعوا اجتماع يخططوا ده لو 122 وزير ومحافظ ومشيرو الملك اتجمعوا على دانيال وحطوا عينيهم في دانيال كانوا قطعوه اربا اربا لكن لم تهدا لهم النار وخدوا البالك وعزيزي المشاهد لو انت قلبك مليان بالنار ومش مرتاح بالسلام سامحني في التعبير دي الحاجه المبدئيه لكن من المحتمل انك انت اللي بتخططه انك تاذي بيه الناس انت اللي هتتحط فيه اقول لك تاني اللي بتخططه عشان انت حاسد الاخرين وعاوز تنتقم من الناس اللي حاسدهم اللي انت بتخططه تعمله ليهم انت اللي هتتحط فيه وعندي نماذج كتير من كلمه الرب الذين اشتكوا على دانيال دانيال دخل جوب الاسود الاسود عملت له حاجه لا خرج بالسلام وشرنا لذلك واحنا بنتكلم طب لما دانيال خرج من جوب الاسود الملك فهم العوبه اللي لعبوها الوزراء عمل الملك حكم الملك عليهم بطرحهم هم ونسائهم واولادهم انا في مره قعدت احسب الحزبه طلعوا على الاقل مش اقل من 1000 شخص اترموا جوه الجب الاسود. رقم كبير قوي. 120 وزير. نسائهم دول كانوا وثانيين. وكان عندهم تعدد الزوجات. اولادهم. مم. انت متخيله؟ مم. لما يتجمعوا دول لو كل واحد مخلف له خمسه في 120 ادي 600 و120 ادي ادي 720. ولو كل واحد متجوز له 2 في 100 ب 200 300 دخلنا في 1000 شخص. رقم كبير قوي. 1000 شخص حاقدين على واحد. مين اللي اترمي في مين اللي اكلت الاسود؟ اللي هم الاشخاص المحسود يعني ولا الحاسد؟ جوزره. الحاسد طبعا فالحاسد رمى. لما نقرا قصه همان ورده خايب. في قصة همان ووردة مين اللي اترمى في جوب الاسود؟ مين مي... اسف صلب؟ مين اللي اتصلب؟ مين اللي اتصلب؟ همان طب ليه؟ م. يبقى الشخص المحسود هو اللي هيتحط مكان المحسود فالحاسد بيأذي نفسه بيأذي نفسه، بيدمر كيانه بيوقعه في خطية محبة المال، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطاعوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. كثيرة فالخطية بتولد خطية بتولد خطية بتقود برات إلى الدمار الشامل للإنسان أو قد تقود خطية الحسد إلى الموت زائد نهاية الحاسدين زي ما قال الكتاب أنهم لا يرثون ملكوت الله يعني روح جهنم يعني مش عذاب دنيا بسبب مم. النار الغيرة والحقد اللي مالي قلوبهم وفقدان سلامهم مع الله و مم. والخسائر اللي بتحدث ليهم مم. هم مش عارفين ليه الدنيا كل ده يفاجئوا انه في الاخر في جهنم طب ما الحل ان احنا نترك هذا ونتوب ونرجع الى الرب من كل القلب لعل وعسى ان الرب يرحمنا لان الرب كثير الرحمه وكثير الغفران امين 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 عرفنا ان الحسد خطيه نعم أه هل ممكن المؤمن يحسد الاشرار؟ آه حصلت طيب أحب أقرأ من كلمة الرب عن شخص قائد تسبيح مرنم حلو جميل اسمه أساف في مزمور 73 اتفضل يكتب في مزمور 73 أساف لو معك كتابك المقدس عزيزي المشاهد طلع من كلمة الرب بيقول كده انما صالح انما صالح الله لاسرائيل لانقياء القلب اما انا اللي هو اساف فكادت تذل قدماي لولا قليل يعني كان فاضل له خطوه لذلقت خطواتي ليه؟ قال لان غرت من المتكبرين اذ رايت سلامه الاشرار لانه ليس ليست في موتهم شدائد. مم. انت غار منين؟ من المتكبرين. شاف سلامهم وانه في موتهم ما عندهم شدائد. يعني بيحسدهم في الموت حتى كمان. وجسمهم سمين، ليسوا في تعب الناس مم. مع البشر لا يصابون، مم. لذلك تقلدوا الكبرياء. لبسوا كثوب ظلمهم، ناس ظلمه. دحضت عيونهم من الشحم. يستهزئون يتكلمون بالشر ظلما في العلاء جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى على الأرض طب وانت أساف في عدد 13 يقول حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاء ويدي وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح يعني هو كان متألم طبعا تعبان كان متالم وتعبان ده يقول جمله خطيره يقول لو قلت في عدد 15 مم. لو قلت احدث هكذا لغدرت بجيل بنيك بمعنى ايه؟ يعني ايه؟ قال بص يا رب انا عايش حياه ايمان وسلك بالاستقامه كل ما احس بعمل خطيه بروح واتوب ويعني وبسعى ان اكون امين قدامك والظروف الدنيا مزنقه عليا ومليانه ضيقات والكتاب مرات قلبي بثقات كثيره ينبغي يعني ان تدخلوا الى ملكوت مم. الله مم. والرب قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق فمرات ضيق العالم ده يتعبنا شايفين مؤمنين يضطهدوا شايفين خدام بيموتوا شايفين بيوت واسر بتشرد بسبب الاضطهاد او ناس بتذبح بسبب الاضطهاد زي زي يعقوب لما راسه طب حاجه متعبه مظبوط ولا فتيه يترموا في اتون النار دانيال يترموا في جب الاسود يوحنا المعمدان تتقطع راسه بالسيف يا yeah. عند حضرتك ح... احنا احنا بس هنستكمل حديثنا بس معانا تليفون okay. اهلا بك يا اخ ابو مهند صباح صباح الخير صباح يسوع اهلا بحضرتك صباح المحبه لكم اهلا بك يا اخ الكريم اهلا, أهلا بيك ابو مهند دكتور القسيس هناك مثل عربي يقول غار ولا تحسد غار ولا تحسد yeah. الغيره غير الحسد هذا ما أريد أن أقوله لأن الحسد مرض مرض يؤدي إلى الموت يؤدي إلى الفناء الحسد كلمة كلمة صعبة يعني أخوي أبو مهند وتؤثر أخوي أبو, وتؤثر أبو, أبو هند. على الناس جميعا كثير عايز يكلمك يا أخ أبو مهند اخويا مهند مصطفى عايزك تسمعني سامعك أه الكتاب المقدس الكتاب المقدس يكلمني عن الحسد ان هو الغيره ويمكن حضرتك انت ما دخلتش تابعت الحلقه معانا من الاول فاحنا رجعنا لاصول اللغه لكلمه الغيره في الكتاب المقدس باللغه العبريه واللغه اليونانيه لكلمه الحسد فبتيجي بمعنيين بمعنى الغيره الحسنه والغيره السيئه الكتاب المقدس ما فيهوش المعنى بتاع العين الحسود اللي تأذي الناس. لكن ده بسبب الاعتقادات الخاطئه من المجتمع العربي اللي احنا موجودين حواليه وما يبث من كلمات واقوال كثيره بيعملها الشيطان في اعتقاد راسخ عندنا ان الغيره غير الحسد. لكن يوسف اسلموه حسدا. لما اسلموه حسدا خططوا لقتله. المعنى الحي لكلمه حسد في اللغه العبريه الاصليه انه الغيره السيئه التي قادت لاخوته ان يقتلوه شكرا لك يا اخ ابو مهند وتابعنا في باقي الحلقه نستكمل حديثنا على اسف قد ايه هو تمرر قلبه وانتخس في كليته قد ايه هو كان طول الوقت كان تعبان لانه حسد نعم. الاشرار فلما اساف شاف حاله كمؤمن وظروف صعبة والأشرار مرتاحين مبسوطين متهنين بيموتوا موتات محترمة لما يموت يعملوا له جنازة مشرفة حاجة روعة فتعب أساف وهو يعني اللي عجبني في أساف أنه متعب قاعد يتكلم مع الرب وأنا بقول لكل مشاهد لما تحس أنك أنت تعبان وشاف الأشرار بيسرحوا ويمرحوا في الحياة وشاف أن أمورهم معدولة الحال وكل أمورهم كويسة ما تتضايقش حتى وانت متضايق ادخل وانت تعبان للرب احنا مشكلتنا مرات نبص للعالم وما ندخلش لمحضر الله فبنزداد تعب اكتر لكن في كلمه الرب لكل الناس اللي تعبوا لما دخلوا الى مقادس الله عينيهم شافت حاجه تانية ما كانوش شايفيها شايفينها فاساف بيقول ده لو قلت احدث لو <applause> انا قلت اتكلم عنك يا رب واللي عملته معايا اعصر المؤمنين منك وبعدين يكمل بيقول لما أنا وصلت لهذه المرحلة فلما قصدت معرفة هذا بقى عايز أفصل لأنه بيتعب أمام عيني حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم يقول كتاب حقا في مذالق جعلتهم مين دول؟ الأشرار اللي غار منهم أساف يبقى لما المؤمن يتعرض للغيرة ويحسد الأشرار على سلامهم على قوتهم على شهرتهم على غناهم على 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 على, على, على إلخ، ادخل لمقادس الله هيشوف المؤمن فروق كتيرة قوي الخاطي ابن ابليس انا ابن للمسيح الخاطي ابن الهلاك انا ابن الحياه الابديه الخاطي محروم من معيه الله انا متمتع بمعيه الله الخاطي كثيره هي بلايا الصديق لكن من جميعها ينجيه الرب لكن الشرير الكثيرة هي نكبات الشرير ويسكت يبقى المؤمن يدخل في بلايا لكن من جميعها ينجين الرب الشرير بعد عنك تجيله البلوى محرقه تحرقه تهلكه لا معين ولا منقذ له قادرين <applause> نشوف الفروق قد ايه <applause> عشان كده خرج اساف من هذا المزمور قال بص يا رب من لي في السماء ومعك على الارض لا اريد شيء انا مش عايز حاجه يعني قال ان شاء الله اعيش كل العمر بالطريقه هاي انا مبسوط لان الرب موجود انا مش عايز حاجه غير الرب وجوده معايا فوجود الرب يملى العين معظم الناس يعني حقيقه اخت ليديا عزيزي المشاهد معظم الناس كلنا بنغير لما عينينا بتتحول عن الرب معانا تليفون اهلا بيك يا اخت زكيه من كاليفورنيا اهلا بيك لا yeah. اهلا بيك تفضلي انا بدي انا يعني صلي لي لابني شوي انه ابني تعبان وإلا له مغلبني لا بحب يشتغل وبحكوا الناس يعني هيك عين بحكوا لي الناس بس انا ما بآمن بعين اذا انت عندك ب... اسم الله ما بتآمني بالعين عاد انا حبيت اني لو كل الناس تسمع هذا المقال لهم امين اوكي اتفضل أمين. امين خلينا نصلي احنا الاخت لاديا واتحد معانا في الصلاه دلوقتي وانت معانا على التليفون ونكسر أمين. كل كلام سلبي متقال على ابنك بسبب انه وقف حاله عن العمل وصدقي ان خلال هذا الاسبوع الرب يفتح له باب للعمل امين امين هنتحد ونصلي معاك دلوقتي أمين. يا رب يسوع انت الاله القدير الاله الحي أمين. اللي اديتنا كلمه الحياه مكتوب ان فم الصديق ينبوح حياة باسم الرب يسوع المسيح بتكلم على أخته وابنها يا رب إن هذه المشكلة تحل اليوم يا رب في خلال الأيام القادمة يفتح له باب للعمل ويكرم إكرام لأن أمتك لجأت ليك يا رب اي كلمات اي كلام سلبي اي اي تدخلات من الشيطان حاول العدو يا رب ان يعيقه في هذه الفتره ويحبطه نفسيا يا رب مد ايدك لي وخليه يعرفك يا سيد الرب ويشوف ايدك القديره ويختبر انك انت الى حي حقيقي هي لجأت ليك زي ما لجأت كما لجأ اساف وغيرت النظره بتاعته واديت له سلام غير عادي ادي امتك سلام يا رب ونعمه وقوه من الروح القدس فتختبر عمل جديد ونعمه جديده على حياتها بصدق يا رب في امانتك انك تمجدت في حياه هذه الاسره وتدخلت في كل امورهم ولك كل المجد امين امين بنشكرك يا اخت زكيه لاجل اتصالك وبنستكمل حديثنا حد حديث القسيس اتكلمنا على انه من لي في السماء اساف قال كده بالظبط فبدا اسف النظره بدات تتغير في محضر الله <أكد فضل <أكد فضل> فمهما كان حالي مهما كان ظروفي لما ادخل لمحضر الرب هلاقي نظرتي تتغير فبدل <أكد فضل> ما انا ببص بنظره العالم عندهم ايه لا ببص الهبات والملكات والعطايا اللي الله منحها ليا امين آه، في ايه في يعقوب اربعه آه، ليها علاقه بالحسد بس هي شويه آه يعني هي اختلف المفسرين عليها فعايزين نسمع راي حضرتك فيها هي يعقوب أربعة خمسة أم تظنون أن الكتاب يقول باطلاً الروح الذي حل فينا لا ممكن تقول لنا من عدد أربعة من فضلك أه، أوكي آه عشان بس نقرأ نص من كله من عدد أربعة يعني يعقوب أربعة أربعة يعقوب أربعة أربعة أيها الزنات والزواني أيها الزنات والزواني أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله نعم فمن أراد أن يكون محباً للعالم فقد صار عدواً لله, لله. أم, أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد بمعنى إيه الروح الذي حل فينا ممكن نكمل برضو طبعا معلش عدد ستة ولكنه يعطي نعمة أعظم لذلك يقول يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة ممتاز ليه أنا خليتك تقري كل آه. النص الكتابي ليه؟ لأن لما أخذ أي من النص ما فهمش الرسول يعقوب بيكلمنا عن ايه مم. فبقى محتار الروح اللي حل فينا ده الروح الانسانيه مم. ولا روح الله لان واخد الايه بس ام تظنون ان الكتاب يقول باطلا الروح الذي حل فينا يشتاق صحيح. الى الحسد لكن لما نفهم النص كله بيكون يفسر لي اي روح حل فيا وماذا يعنى او يكنى بالروح الذي حل فينا يشتاق الى الحسد وهنا في احد الترجمات حتى لو عرفنا في الترجمه التفسيريه يقول يغار عن حسد yeah. يعني بيترجمها في بعض الترجمات تيجي بمعنى الغيره تعال نشوف القصه بيكلموا ايها الزنات والزوان ام تعلمون محبه العالم عداوه لله بيكلم مؤمنين yeah. مؤمنين بيحبوا ربنا مؤمنين بيحبوا ربنا الرب في محبتنا وفي وصية الرب انك تحب الرب الهك من كل قلبك مظبوط والرب لنفسه عن طريق الروح القدس يقول الرسول بولس خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح فالروح القدس خطبني فبيت انا بحب المسيح فانا مخطوب للمسيح وبحب ربنا قوي وانا ماشي في العالم ابتديت احب حد تاني مع ربنا يعني. اسمه العالم. م -م. يبقى كلام الرسول يعني في حد بيحب الله م -م. في حد بيحب مين هنا؟ العالم بجد بحب الاثنين، بحب ربنا قوي وبحب العالم قوي. م -م. قال الحالة دي الروحية بنسميها حالة زنا. زنا روحي بيقول لهم: أيها الزنات والزواني أم م -م. تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ لو واحدة حبت على جوزها جوزها هيعاديها ولا مش هيعاديها؟ بالتأكيد. طب لو زوج حب على زوجته زوجته هتعاديه ولا مش هتعاديه؟ بالتأكيد. بالتأكيد. صح ولا لا؟ بالتأكيد يا. فأنا حد بيحب العالم وحد بيحب مين هنا؟ بيحب ربنا. طيب النتيجة إيه هنا؟ قال ده حالة زنا. ما ينفعش كمؤمن أحب العالم وأحب ربنا. يا مع ربنا على طول. يا مع العالم على طول. طيب. فبيقول أم تظنون أن الكتاب يقول باطلاً الروح الذي حل فينا لما الروح القدس اللي حل فيا لما آمنت أعطاني الروح القدس يبص على يوسف بيلقاه بيحب العالم وبيحب ربنا متمسك بربنا أوي ومتمسك بالإيمان أوي نتيجة هذا التمسك بالإيمان وهذا التمسك بالعالم الروح القدس مش عاوزني اكمل في محبه العالم فيعمل الروح القدس yeah. يبدا الروح القدس يعطيني نعمه اعظم yeah. نعمه اعظم من فين من العالم فسؤال منطقي هل الروح لو الروح الانسانيه اللي حل فيا هيديني نعمه اعظم من اللي في العالم مش هيديني yeah. لكن مين اللي يديني نعمه اعظم من اللي في العالم علشان ادوس على العالم الروح القدس طبعا. طبعا. ليه لان الروح القدس عايز يبقى محبتي بالكامل للرب mm. فلما تكون محبتي بالكامل للرب النتيجه هتختلف فلما نروح القدس الدين بمعنى يعني ابسط الكلام انا النهارده بحب ربنا وبحب العالم وانا ملخبط حاجات كتير روحيه ورحت الاجتماع لقيت الرب بيعزيني وبيكلمني وطيب قلبي واداني نعمه حلوه قوي في الاجتماع اقول يا سلام ده ربنا راض عني رغم ان انا عامل حاجه تحشة لكن رب النهارده اتحنن عليا وعزاني وطيب قلبي ومكمل في باقي السكه اللي انا ماشي فيها العالم وحابب ربنا حابب العالم وحابب ربنا ايه اللي يحصل بقى؟ يتحول الروح القدس اللي كان مديني نعمه اعظم من اللي في العالم لما لم اخضع له فانا تكبرت على الروح القدس فيتحول الروح القدس للروح القدس هو الله يقول لذلك يقاوم الله المستكبرين يتحول الروح القدس من معين ومن معزي من مشدد من معطي نعمه الى مقاوم والى محارب ضدي وبسبب هذه المعركه يبدا يقاوم بيقاومني ليه؟ علشان أوصل للآية اللي بعديها اخضعوا لله قاوموا ابليس فيهرب منكم فان كان الروح القدس بيغير عليا مش عايزني اكون ملك للعالم يبقى عليا ارفض عسل العالم زي ما يقول الاخ ايمن كفروني وارفض كل مشتهيات العالم واقول مع دبوره كما قالت دوسي يا نفسي بعز على محبه العالم ويبقى قلبي محب للرب بالكامل لان الروح القدس اللي شغال فيا عايزني اكون بالكامل للمسيح سؤال اخير على عجاله الوقت بيداهمنا ايوه آه لو انا دلوقتي اكتشفت ان انا بحسد او انا محسود ايه المفروض اعمله دلوقتي؟ نمره واحد محتاج اواجه قلبي واقدم توبه سواء انا جوايا فكر الحسد بتاع العالم من المجتمع اللي حواليا او انا فاتح الناس بتحسدني فبيحصل عندي. فنمره واحد محتاج اتوب واقفل السكه دي. نمره اتنين محتاج ابدا اقول للرب غير قلبي بقلبك محتاج قلبي يكون زي قلبك وعينيك وعينيا زي عينيك نمره ثلاثه ابدا اصلي صلوات اعلان حمايه دم المسيح على حياتي على عيني على وداني على كلامي على قلبي على بيتي على ممتلكاتي نمره اربعه اسلك بالايمان ان انا محمي ومفيش حاجه هتاذيني نمره خمسه اطرد كل ارواح شريره نالت حق التدخل على حياتي وأزد بيتي وأذت ولادي واعلن قوه الرب ومجد الرب على حياتي النتائج هتبقى مذهله في بيتي واتمتع بسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وافكارنا في المسيح يسوع امين امين في اسم المسيح احنا بنشكر الرب جدا لاجل الفرصه الرائعه الرب دبرها لنا تكون حضرتك معانا تكلمنا عن الحرية من الحسد ونتمنى أن كل الناس تنال حرية من الحسد في اسم المسيح شكرا لك يا دكتور القس يوسف بخير الرب شكرا, لك شكرا, ليك. شكرا, شكرا المشاهدين وشاهدين. نتمنى أنه ننال الحرية لنا في المسيح في روميا 13-12 بيقول قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ولنلبس أسلحة النور لنسلك بلياقة كما في النهار لا بالبطر ولا السكر ولا بالمضاجع والعهر لا بالخصام والحسد بل البسوء الرب يسوع والى اللقاء في حلقات قادمه والرب معكم من برنامج الكرمه مباشر الرب.